حد اتنسب باسمه، خدنا مثال اخر الانكو في ده الانكو، يعني فدي مجموعة من الأجل موجودة نورمالي عند الفيديو أقول كل جرادولي بعد ما يتولد، وتنتهي تقريبا في الأدر كلايز زي حالاتكم ظهورها مرة أخرى بيندكيت إن حصل تيومر في التشو أو في الأورجان اللي كان بيسكريت هذا البروتين. أشهر مثالين من هذا الأدر كيلو بروتين موجود نورمال في الفيتوس، لكن يعاني موضوع تاني في الهيباتوما والكارسينو انفيرونيك انجن موجود نورمال في الامبريو يظهر مره ثانيه لو حصل انتستاينال كارسينو. خد واحد منهم يا ماما غبي بالراحه عشان بس غبي غبي يا ماما غبي سابهم مصحف خد السبت فاضي كعادتنا دايما بيجي من السنة اخر كان زحام شديد لدرجه ان في ناس معفوله خلق وعشان كده عملت موعد الاكسترا النهارده بس عشان نستوعب الناس اللي ما حضروش. بعد ما خلص الحصه دي الساعه 11 هنعيد الحصه الاولى لاخر مره. هنرفع ليش ارجوك الحصه الاولى بتاعت العملي اخر موعد ليها النهارده الساعه 11 بس ده مش هيبقى موعد دائم، ده هيبقى موعد سيبشن اكسترا بس النهارده
الاستعانه بمجهود. لكن في ايام فاضيه وارجو اللي مسجل اسمه في يوم وليه زحمه انه يعيد التسجيل اسمه في موعد فاضي. واستاذ رافض اقول لك ايه المواعيد اللي لسه فيها اماكن عشان العمل المسجل يعني بعضكم كان معايا الصبح وعارف عشان الدنيا زحمه ازاي. العمل ما ينفعش اوريهولك في زحمه بيعمل لود علينا وبيخليك انت نفسك مش كونفينينت في الموضوع. نرجو الناس بتوع الصبح النهارده اللي حضروا يعيد توزيع اسمه في مكان بعيد شويه. واللي لسه ناسي نفسه ما حضرش اخر موعد لاعاده الحصه الاولى من العملي بعد ما خلص الساعه 11 مساء. يلا ركزنا بدينا. طبعا في مكان جنبك مفيش مكان جنبك فين ده؟ عند هذا الحد وصلنا الحصه اللي فاتت للسؤال بتاع ايه هي الديفرنت فيكتور ميكانيزم ديفرنت اميون ميكانيزم اجينست تيومر. نركز بقى احسن حوالينه تاني الانيميشن بتاع ايه هي الديفرنت اميون ميكانيزم اجينست تيومر اللي هو بين قوسين الاميون سيرفيلانس. اللي عايز يصورها يقدر يلا يجهز نفسه. صور ايه؟ صور الانيميشن اللي شفناها المره اللي فاتت. خلاص صور المره اللي فاتت. نبدا بيها تاني. نبدا بيها عشان يعني تركزوا معايا. يلا. لو افترضت ان ده تيومر وبين قوسين او لو افترضت انه اني اذر تارجت يعني براسس فورين جراف. ايه الديفرنت افكتور اميون ميكانيزم اللي ممكن تشتغل ضد التيومر؟ نمره واحد. التيومر عشان اقدر اعمل اميون ريسبونس ضده لازم يكسبريس سيرفيس ماركرز او انتيجنز على سطحه كويس. هذه الانتيجنز بعضها يحصل له شيء يعني هيطرق السيرفيس بتاع التيومر ويخرج الاكسترا سيلر فلويدز وهنا يتم القبض عليه بواسطه الانتيجن بريزنتنج سيلز اللي قد تكون ام او بي يعني ماكروفيج او بي لينفوسايت. اهو هنفترض افتراضين ان الانجن تم القبض عليها بانجن بريزنتنج سيل. في الافتراض الاول الانجن بريزنتنج سيلز ممكن تبريزنت تيومر انجنز مع كلاس 1 ام اتش سي يعني تعمل لها برزنتيشن لمين؟ للتي سايت توكسيك سيلز او تحط الانجن مع كلاس 2 ام اتش سي يعني بتبريزنت الانجن لمين؟ للتي هيلبر سيل. نمسك واحده واحده ونشوف مصيرها بقى. وانس التي هيلبر وانس التي سايت توكسيك اتعرفت على الانجن وحصلنا ثلاث كلمات اياهم بتوع الساحر اكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن تتحول الى افكتور تي سايت توكسيك سيلز هيجوبوا الجسم بحثا عن التيومر ولما يتعرفوا على التيومر انجنز اللي موجوده على السيرفيس اوف ذا تيومر هيعملوا دايركت كيلينج للتيومر سيلز بالميكانيزمز اللي خدناها في الاميونولوجي قبل كده اللي هي الابوبتوزيس والاوسموتيك لايسيس. وات اباوت التي هيلبر سيلز؟ يا اما يديفرنشيت لتي هيلبر 1 او لتي هيلبر 2 ده وارد. طب لو جاهم تي هيلبر 1 كلنا عارفين التي هيلبر 1 بتستجيب ازاي؟ بتبروديوس ديفرنت سيتوكاينز عشان تهيل بيها الاذر سيلز. اديني امثله. ممكن تبروديوس جاما انترفيرون تاكتيفيت الماكروفيج. تقوم الماكروفيج تلعب دور مهم ضد التيومرز اسمه دايركت سايتوتوكسيستي والماكروفيج اكتف برضه ممكن يبروديوس مور سيتوكاينز زي تيومر نيكروزيس فاكتور الفا. ممكن التي هيلبر 1 نلاقيها بتبروديوس مجموعه اخرى من السيتوكاينز بالاضافه للجاما انترفيرون تبروديوس انترلوكين 2 وتش اكتيفيت ناتشرال كيلر سيل اللي ايضا تقدر تعمل دايركت سيتوكسيستي او تتحول الى ليمفوكاين اكتيفيتد كيلر سيل اللي يبقى ليها مور تبقى مور افكتيف ان كيلينج ذا تيومر سيلز.
طب ولو تي هيلبر وان حبت تشتغل بنفسها ضد التيومر كيلر، نعم بتبروديوس تيومر بروسيس فاكتور بيتا اللي دايركت بيروح يكل ذا تيومر سيلز. وات اباوت تي هيلبر 2 هيبروديوس انترلوكينز 14 حبيبي ده بيجيب سخونه مش انا بحط راسي مش حاسس بحاجه. تي هيلبر انت كداب دول حتى تبروديوس انترلوكينز 4 5 6 10 بيتين البوسايتس اللي هيتحولوا لبلازما سيلز which will produce antibodies. الانتي بودي لما يبقى او الانتجز اللي موجود على خط التيومر يا اما يدير اي دي سي سي عن طريق الناتشر كيلر والماكروفيج يا اما يعمل الكومبلمنت سيستم يعمل كومبلمنت فيكسيشن اند اكتيفيشن والشكل ده نقدر نتخلص من التيومر. يبروديوس سيتوكاينز ادي 3 ويعملوا اي بي سي سي ادي 4. دور على الام موجوده فين وانت تعرف دور الماكروفاج. اهو ادي دور اهو انتجين بريزنت ادي دور اهو لايت سيتوكسيستم يبقى النهارده كام يعني سيتوكاين برودكشن اي بي سي سي عندها الريسبتور للاف سي بورشن اوف اي جي جي وتقدر تعمل زي الناتشرال كيلر سيل لو بقت اكتيف. لا دي الفاجئ ما قلناش قبل كده الماكروفيج تقدر تعمل اي دي سي سي دي مفاجاه يعني قبل كده ركزنا على ان الاي دي سي سي اللي بيعملها الناتشرال كيلر لا هو الماكروفيج مكتوبه ايه ها مكتوبه هنا لا ومكتوبه برضو في الاي دي سي سي في اخر سطر ماكروفيج اقول لي بس ان انا سوري انا لسه في الرسمه. وات اباوت الناتشر كيلر سيل ايه دورها؟ دور عليها فين اهي ده اهو دور على الناتشر كيلر اهي تقدر تعمل شويه تقدر تعمل الاعلان وتبقى مور افيشن تقدر تعمل اي دي سي سي. طب ليه قلنا الماكروفيش والناتشر كيلر ورا بعض؟ عشان دولت الانيت اميونتي ضد التيومرز. طب والسبيسيفيك اميونتي عايز تتكلم على مين؟ على التي الاول التي سايتوكس بتلعب دور مهم جدا في الدايركت كيلينج اوف ذا تيومر سيلز. طب والتي هيلبر بشقيها عايزه تبقى 1 يطلع تيومر نكروز فاكتور تضرب التيومر على طول يطلع جمع انترفيرو في الدبلوكين 2 تاكتيفيت الماكروفيج وتاكتيفيت الناتشر كيلر سيلز وتحولها الى لك عايز تي هيلبر 2 البروديوس سيتوكاينز تاكتيفيت البي لينفوسايتس وتميديت الهيومورال اميونتي. طب ايه الدور بتاع البي لينفوسايتس؟ واحد تشتغل هنا انتجين بريزنتنج سيل ونمره 2 تطلع انتي بوديز والانتي بوديز تخلصك من التيومر بالاي دي سي سي او بالكومبلمنت اكتيفيشن. ده من على الرسمه دي تقدر تروح للدور اللي تلعبه كل خليه على حده ضد التيومرز. يبقى سؤال منطقي ايه هو؟ لما الميون سيستم مصحصح قوي كده وبيقدر يبقى افيشنت كده ضد التيومر امال ليه في معهد اسمه معهد السرطان؟ امال ليه في مستشفى سرطان اطفال 37 وفرع جديد؟ وليه في مرضى تيومر بشكل عام؟ الاجابه هي الاجابه هذا العنوان التيومر يا ولاد دي مباراة كورة ده تو فريقين تو تيمز قصاد بعض الاميون سيستم وعنده وسائل الدفاع المختلفة ها والتيومر وعنده وسائل المكر واللؤم ها وسائل ازاي يهرب من الدفاع دوت ازاي يهرب من الاميون سيستم اللي داخل يخش بسرعة يا جماعة مفيش حد جاي متأخر العقل الدنيا بسرعة ماشي خلاص يخش ولا بقول ما تخش هيا نرجع تاني
التيومر عنده وسائل وما بيسموه الخبيث ليه بقى؟ اهو مرض خبيث، مرض لئيم، شايف كل الهجوم ده عليه وبيعرف يهرب منه ازاي؟ ادي واحد اهو. قد يكون العيب فينا مش في التيومر، جايز احنا نكون امينو سابريس، امينو كومبرومايز، جايز التيومر يديفلوب في مكان بعيد عن الاميون سيستم، الاميون سيستم ما بيوصلوش زي البرين تيومر. التيومر في السينس ما فيش امينو سيستم في السينس، جايز التيومر يوقف الدين بتاع الكريه يداون ريجوليت لسه عينها بعيد ويخليها ما تطلعش ام اتش سي بلس 1 ويخليها ما تطلعش ام اتش سي بلس 1 على صفحه زي اللي جواها تيومر. لو ما طلعتش ام اتش سي بلس 1 دي ساتيوكس هتتعرف عليها ازاي؟ فالداون ريجوليشن وان احنا نوقف خصوصا لما يكون تيومر ناتج عن فيروس، الفيروسات دي ليه بقى؟ والفيروس بقى زي قلناها لارج دي ان اي فيروس بينتجريت اتسلف مع الكروموسوم ويداون ريجوليت يعني يخلي الجين اللي مسؤول عن بلس 1 ام اتش سي ما تشتغلش. ده زي ما هو اقوى. اخدته ان المريض دي ايه المصاب؟ بيحتاجوا كام سيجنال عشان يشتغل؟ اثنين. السيجنال الثانيه منين يا هاني؟ البي 7 يتم التعرف عليها بالسي دي نمره. طب بص بقى بعض التيومرز بتعمل ايه؟ تخلي الانجن بريزنتنج سيلز يا ريهان، تخلي الانجن بريزنتنج سيل ما تطلعش البي 7 على سطحها. يعني ده في تيومر انجن ويتم التعرف عليه وناخد الفيرست سيجنال تيجي تشوف المسايك تدور على السكند سيجنال ما تلاقيش. بي سي 28 تروح تدور على البي 7 مفيش بي 7 ويحصل ايه؟ انرجي شوت داون اميون ان ريسبونسفنس. تقوم تيجي تقول لك لا خلاص ده مش ريسبونس، السلام عليكم. يبقى التيومر كده ايه قدر يهرب صح؟ وهناك اسباب اخرى ريليتد للتيومر انتجين شخصيا. يعني التيومر بقى اولا تيومر لقيه ما يحطش انجنز على سطحه، يبقى لاك اوف ذا تيومر انجنز. للدرجه دي التيومر يبقى فاهم وما يحطش انجن على سطحه. او بص النقطه الثالثه هقولها الاول، او التيومر يحط انجن على سطحه بكميات قليله يوم يحصل ما يعرف باللو دوز توليرانس. مش خدنا ان الانجن الدوز بتاعته تفرق في الريسبونس؟ ودي الاوبتيمم دوز، كل ما زود الدوز كل ما يزيد الريسبونس. طب اقل من الاوبتيمم يحصل حاجه اسمها لو دوز تولرنس، واعلى يحصل هاي دوز تولرنس. فبتلاقي التيومر بيحط كميه قليله جدا من الانجن على سطحه اللي بيها الايميون سيستم يديله حاجه اسمها تولرنس يعني اعتياد. يعني يقول لك ايه ده التيومر ده حاجه هايفه، ايه كميه الانجن اللي هتخليني استفز دي؟ لا سيبك دي حاجه هايفه. تيومر لقيه ما يحطش انجنز خالص او يحطها في كميات قليله. او تكون النوع بتاع الانجنز بتاعته مش من النوع اللي بيحصل له بروسيسنج وبرزنتيشن مع الام اتش سي بلس 1 او 2. يعني تيومر انجنز تكون مش من النوع اللي بيحصل لها انتر سيلر ما بتبقاش ما بتوضبش ما بتتحطش مع كلاس 1 او كلاس 2 على سطح الخلايا. او بص الجيم عشان كده اقول عليه المالجنت الخبيث اللئيم المطار. بصوا بقى حد يجي له فكره يعمل التيومر هيعمله ده. لو انا مثلا كمثال مروح البيت ومشتري كباب، فرحان بقى بالكباب وحاضن الكباب، يبقى انا ايه كاني تيومر والكباب ده كانه الانجنز اللي انا حاططها على السيرفس بتاعي. اما طلع كلاب النيوسس هجمين عليا من الهواء، كيف يمكن ان انا اتفادى انهم يقتلوني ويقطعوني؟ ارمي لهم الكباب واطلع عادي. تخيل التيومر بيعمل كده. التيومر السيرفيس بتاعه عليه انشن زي الكباب كده اهو. البي والتي والناتشر كده والماكروفيج قعدوا يهوهوا بقى تتلموا حوالين التيومر. يوم التيومر يعمل شيلنج للانجن، يرمي الانجنز بعيدا عن سطحه ها ويجري هو يسكيب يجرو براحته لانه خلاص خلى خلايا الاميون سيستم ينشغلوا بالسوليوم انجنز اللي هو بعتها لهم بره ده. شوف تاني اللي سامع حالا دي انيميشن جديده دلوقتي هتصوروها تاني حالا. اخيرا الاميون سيستم احيانا بيروح عامل ايرلي ريسبونس يطلع فايبرينوجين، والفايبرينوجين يروح قال يعني يمنع السبريد اوف ذا تيومر ويعمل فايبر انفولد حواليه. يبقى احنا اللي غطينا الانجن بحيث ان بقيه الاميون سيستم مش عارفين ايه في التيومر.
الكلام ده في هذه الانيميشن اللي عايز يصورها برده. لو قلنا تيومر ديفيجا انا بس برجاء برجاء يعني انا طبعا يعني اللي بيصور او لو حد يسجل يا ريت نمنع التسجيل او اللي بيصور يا ريت ما نحطش حاجه على السايتس بتاعت الطلبه اليومين دول. احنا اليومين دول في كده شويه مخاطر كده في مقارنات وفي حاجات كده وقلق في الكليه فيعني تعالوا نتفادى الخطر في حاجتين ما ننزلش حاجه ريسنت على مواقع الطلبه لان ده معناها ان البيزنس ده مازال مستمر وفي اليومين دول محاربه لينا. الحاجه الثانيه بليز ما نقفش تحت يعني اول ما نخلص ننصرف على طول التجمع تحت يعني احنا مرصودين اليومين دول وربنا يستر علينا وعليكم صحيح ما تقفوش تحت ما تتجمعوش تحت لا في الطرق ولا في الخروج انتشروا بسرعه يعني وصل لنا كده ان في جهات رقابيه وتصور المكان يعني فيعني خدوا بالكم عايزين عشان ده صالون ثقافي ها مش وانا اسمي سمير عبد دكتور سمير عبد ماشي تيومر ايفيجن بس بصوا ليه اول حاجه تيومر يهرب بيها شايفين الوجه الحزين ده لو كان الشخص يمينه سبريزا شخص يمينه كومبرومايز او لو في الشخص الحزين ده التيومر حصل في حته ان اكسسبل للميون سيستم يعني برين تيومر مثلا ادي سببين اهو يبقى في هذا الانسان اهو حزين انيو سبريست عاد التيومر يسيطر او التيومر حصل في البرين في سي ان اس يبقى دوت في مكان ان اكسسبل للتيومر. تعالوا نشوف المجموعه بتاعت لو كان السبب في التيومر انتجين نمره واحد قد يكون التيومر فاكتور ما عندوش انتجين ادي واحد اثنين يكون عليه ليتل انتجين بصوا يعني حمسينها بمثلثيه واحده يعني ليتل اماونت من الانجن تقوم تعمل اميون توليرنس وجايز يعمل حركه روتاتو بتاعت الكباب شيدنج للانجن بعيدا عن طرفه يقوم ده يشغل مين؟ يشغل الانتي بودي والليمفوسايتس يخليهم يرياكت مع الانجن بعيدا عن سطح مش مكانه وممكن تلاقيه يتحول بفايبرين كور بحيث ان السعيد مش عارفين يريكوجنايز وممكن يكون التيومر انجن ما بيحصلهوش برزنتيشن ولا بروسيسنج نو انجن برزنتيشن على سطح التيومر وممكن التيومر يسيطر على الخليه وتخليها ما تطلعش ال اتش سي 1 او يسيطر على انجن برزنتنج سيل ويمنعهم انهم يطلعوا بي 7 يبقى لو رجعناهم بترتيب الكتاب تاني لو الشخص اميونو كومبرومايز او اميونو سبريسد ادي واحد لو التيومر بيطلع في مكان ان اكسسبل ادي اثنين ترتيب الكتاب لو منعنا ال ام اتش سي 1 اكسبريشن لو منعنا دي 7 عشان نمنع الكوستيميلاتوري سيجنال السكند سيجنال او الفاكتورز اللي ريليتد للانجن اللي مفيش انجن خالص يا ريت الاماونت اوف انجن يعملوا توليرنس اللي مفيش اكسبريشن للانجن يا الانجن متغطي الفايبر كود يا في شيدنج للانجن عشان اشغل خلايا الاميون سيستم بعيدا عن سطح الانجن. اوكي تم بحمد الله. طب ما دام التيومر اصبح امر واقع والقصه اصبحت حرب والميو سيستم هيحارب في اتجاه والتيومر هيهرب في اتجاه اخر امر واقع نعترف بيه. طب نتيجه استغل التيومر والانجنز بتاعته على الاقل ان ما كانش عشان اعمل اميون ديفنسيف ميكانيزم على الاقل عشان اريكوجنايز التيومر. فالعنوان اللي عندك تيومر اميون دياجنوزيس يعني استغلال التيومر والتيومر انجنز والتيومر ماركرز في تشخيص التيومر. بعض التيومر انجنز اللي ممكن يحصلها تبقى سوليبل بروتينز وتنتج من التيومر تيشو بسميها تيومر ماركرز والديتكشن بتاعها بستخدمه ايضاً في الدياجنوزيس اوف التيومر او البروجنوزيس ان فولوينج اب ذا بيشنت ديورينج ثيرابي. عشان تيومر ماركر اعتبره نموذجي لابد من توافر خمس شروط اتسالوا في امتحان السنه اللي فاتت اللي قبليها انيموريت ريكويرمنتس فور ان ايديال تيومر ماركر. واحد لازم يبقى ريليز اونلي من التيومر تيشوز بس مش من النورمال تيشوز. تاني يا محمد
عشان يبقى تيومر ماركر ما ينفعش يكون النورمال تيشو تفرز. ليه؟ عشان انت فاتح حالات اسمها اولس. ايه اولس؟ بوزك. برافو عليك. ليه؟ لو واحد طلع بوزك فانا هروح اقول ده عنده تيومر. طب اقدر الشخص ده كان تيومر ماركر اللي طالع عنده ده طالع من النورمال تيشو، يبقى انت شخصت ان عنده تيومر بينما هو سليم. دي يسموها فولس بوزيتيف ريزلت. لازم يكون التيومر ماركر سبيسيفيك كريم، يكون سبيسيفيك لتيومر معين، عشان لما الاقيه موجود عند شخص مش هعرف بس انه مجرد انه عنده تيومر، اعرف ايه نوع التيومر اللي عنده. لازم يكون يبقى ديتكت الايرلي الايرلي ستيج بتاع التيومر، والا ايه فايدته؟ ما انا لو حسبنا ليه هيبقى ما خلاص بقى التيومر كبير وبان وفي بريشر سيمتومز والاكس راي بتبينه، هحتاج لماركرز ليه يعني؟ فيا ريت يكون يبقى ديتكتد از ايرلي از بوسبل بقدر الامكان. يا ريت كمان يكون بيزيد في الكميه كل ما التيومر زاد في الستيج عشان اقدر بيه امونيتور السيفيريتي او الستيج اللي فيها التيومر. ويا ريت يكون كل المرضى اللي عندهم نفس التيومر بيطلعوا التيومر ماركر، يعني ما يكونش مثلا اقول لك هذا التيومر ماركر كان بي ديتكتد ان 90% اوف بيشنتس. لما تقول لي ما هو 90% حلو، بس كده اصبح للاسف له حالات فولس. ايه بقى؟ فولس نيجاتيف. يعني ايه؟ يعني لو واحد راح يحلل وطلع ما عندوش تيومر ماركر، يا ترى دوت شخص سليم ولا ده واحد من 10% اللي مش بينتج التيومر بتاعه من هذا الماركر؟ فهمتوا الاولانيه عكس الاخرانيه؟ يعني يا ريت يكون بيبقى بروديوسد اونلي بالتيومر تيشو عشان ما يحصلش حالات فولس بوزيتيف. وياريت المرضى كلهم اللي عندهم نفس التيومر يكونوا كلهم بيبروديوس هذا الماركر عشان ما يحصلش حالات فولس نيجاتيف. واللي بين البنين سهيل بقى، تطلع بدري ويزيد مع زياده التيومر ويبقى سبيسيفيك التيومر معين واضحه وسهله. لكن الاولانيه والاخرانيه صعبه. يعني ليه لازم التيومر ماركر النموذجي يكون بروديوس بالمرضى كلهم اللي عندهم نفس التيومر؟ عشان لو بعضهم مش بيفرز يبقى ممكن يبقى في حالات اسمها فولس نيجاتيف. الاقيه ما افرزش التيومر ماركر بينما هو عنده تيومر. طب وليه لازم يكون بروديوسد اونلي بالتيومر تيشو مش بالنورمال تيشو عشان ما يحصلش حالات فولس بوزيتيف؟ يا ترى الى وقتنا هذا في ايديا تيومر ماركر اتوجد في الدنيا؟ الاجابه لا. بص كل تيومر ماركرز الموجوده حققت هذه الشروط. ها كلهم انتيجينيك، يعني اقدر ادور عليهم كلهم بيسيركليت في البلد، سوليبل برودكت، بروتين وانزيمز وهرمون طالعه من التيشو بتاع التيومر. بدور عليها في السيركليشن. حلو. في ديفرنت ايميولوجيكال رياكشنز بتتكت بيها الماركرز زي الريديو اميون اسي والانزيم لينكد اميون سولفنت اسي والريديو اميون اسي. لما بشخص مريض انه عنده تيومر اقدر استخدم التيومر ماركرز ان انا افولو اب المريض اشوف حصل ريكارنس بعد الكيور، اشوف في امبروفمنت ولا لا في اثناء العلاج. جميل، كل ده حلو للتيومر ماركرز، لكن للاسف السريع بقى بصوا كده السبيسيفيستي والسنسيفيتي بتاع التيومر ماركرز خلاني مش قادر استخدم ولا تيومر ماركر على انه ايديال في انه يديتكت ايرلي تيومرز. للاسف معظم الماركرز يقول لك السنسيفيتي بتاعته 80%. يعني ايه؟ يعني من كل 100 واحد عنده تيومر هو شخص لك 80، طب ما هو في 20 كده فلتوا منه. السبيسيفيستي بتاعته 70%. يعني ايه السبيسيفيستي بتاعته 70%؟ يعني من كل 100 حاله بيشخصها في 70 فعلا عندهم تيومر وال 30 فولس بوزيتيف. طب يبقى التيومر ماركر كلها مش نموذجيه. عشان كده لا نعتمد عليها في الايرلي دايجنوستيك ولا نعتمد عليها في ايه؟ لو واحد تاكدت انه خلاص عنده تيومر وبدات تعالجه استخدمها كمونيتور. يعني ايه؟ بيتحسن؟ طيب خف تماما وما عندوش الماركر، طب الماركر ظهر تاني يبقى حصل ريكارنس. يبقى دي اصبحت فائده تيومر ماركرز المعتمده في المعامل دلوقتي. بدور على اسمها دلالات او رام بالعربي. بدور على تيومر ماركرز بس بشخص اوريدي اتشخص. ليه؟ لان لو بدور عليها لوحدها بنزعج الناس. اقول له يا ده انت عندك تيومر ماركر ده انت احتمال يبقى عندك تيومر فلاني ويطلع فولس بوزيتيف. اوقات طمن انك انت سليم ويطلع عنده تيومر. مفيش ولا تيومر ماركر من المعتمدين دلوقتي يعتبر نموذجي، لان يعني بيظهر منهم حالات فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف عشان ما هماش هايلي سبيسيفيك وما هماش هايلي سنس. دي امثله التيومر ماركرز المعتمده في المعامل. الكارسينو انجيوجرافي شخص
كارسينوما. الالفا فيتو بروتين بنشخص بيه الهيداتوما. البروستاتيك سبيسيفيك انجين كنت محمد بتسال عليه بنشخص بيه الكانسر بروستيت. الهير 2 بنشخص بيه الكانسر بريست. السي اي 15-3 برضه بنشخص بيه الكانسر بريست. دي امثله لكن في امثله اكثر كتير. اخيرا هل ممكن علاج التيومرز بالايمنولوجي طالما كده الاميون سيستم بدور دور ضد التيومر؟ هل ممكن علاج التيومرز بالايمنولوجي؟ نعم. وهناك تقسيمه بص كده التقسيمه هتبقى على جنب كده. التقسيمه دي خاصه بيا لكنها بتتخلى بقى نبدا نرسم الايمنولوجي في العلاج بتاعته. اي اميون ريسبونس قد يكون يا شباب. اي اميون ريسبونس قد يكون يا سبيسيفيك اللي هو انتوا بتسموه اكوايرد صح؟ اللي هو خاص بالتي والبي ليمفوسايت يا نون سبيسيفيك. طب والسبيسيفيك؟ يا باسل يا اكتف. حلو. طيب الباسل يا باسل هيومورال يعني انتي بودي ميديتد. يا باسل سيلولر يعني سيل ميديتد. طب الانتي بودي ميديتد هستخدم الماب ام اي بي يعني المونوكلونال انتي بودي وانا هستخدمه يا اما سيمري الون يا اما كونجوجيتد. تعال خلص واحده واحده عشان ايه في الاخر يكتب عندك السكيم اللي قدامك. بص كده انا عايز استخدم الاميون سيستم سبيسيفيكال بان انا احقن حاجه جاهزه بس هيومورال يعني هحقن انتي بودي. يعني ايه مش فاهم؟ هات اي تيومر ادرسه اعرف نوعه دور عليه على سبيسيفيك انجن وحضر ضد هذا السبيسيفيك انجن هايلي سبيسيفيك انتي بودي مونوكلونال انتي بودي. حلو. واستخدم هذا الانتي بودي في علاج التيومر يا اما الانتي بودي لوحده ازاي يا ولاد؟ بص كده لو ان ده التيومر اهو اكتشفت عليه انجن سبيسيفيك اهو حضرت ضده مونوكلونال انتي بودي. الانتي بودي لوحده ده يعمل ايه؟ يخش يمسك في التيومر انجن زي كده نورمال كده لانه هاي انتي بودي ضد السبيسيفيك تيومر انجن مش موجود على نورمال شيبس مش الاسوشيتد ده. حلو. ولما الانتي بودي يمسك هيخلص لي التيومر دي السين اللي هتعمل شويه الكومبليكيشن او الاي دي سي سي. حلو قوي. يبقى انت كده جهزت الانتي بودي هايلي سبيسيفيك وحققته في مريض التيومر. طب ما انت كان ممكن تستخدم الانتي بودي ده كونجوجيتد. كونجوجيتد بايه؟ ادي التيومر اهو عليه نفس الانجل اهو وادي الانتي بودي اهو رحت رابط بالانتي بودي ربطت ايه في الانتي بودي ريديو اكتف ايزوتوب توكسين بتاع الدفتيريا مثلا سايتوكاينز سايتوكسيك دراجز اللي هي بتاع الكيمو ثيرابي ربطتها في ديل الانتيبودي واطلقتها في جسم العيان. الانتيبودي يروح عامل زي كانه سهم مواجهه الانتيبودي يروح يرشق في الايه في التيومر سبيسيفيكالي واشتغل كانتي بودي. نعم ياكتيفيت الكومبلمنت ويعمل اي دي سي سي ويحمل معه ايه بقى؟ شايل ايه على ديله؟ شايل ماده سايتوكسيك تخش تقتل التيومر سيلز. القذيفه دي ضربنا بيها ثلاث عصافير بحجر مش عصفورين. واحد الانتي بودي نفسه هيشتغل ايمنولوجيكال صح؟ اثنين هيدرايف معاه ايه لمكان التيومر؟ المواد التوكسيك اللي انا رابطها بيه. وهيحمي المريض من جنرالايزد سايد افكت اوف هذه التوكسيك ماتيريال. يعني انا لما بعالج المريض بتاع التيومر بالكيموثيرابي مش بعلق له محاليل انترافيروس هذا الكيموثيرابي بيستريبيوت في الجسم كله. مش تلاقي المريض خرج من الجلسه دي منهك وتعبان وشعره بيقع وجلده بيتحرق وحاجات كده لان الكيموثيرابيوتيك ايجنتس بتقتل اذر نورمال تيشو. انا خليت كده الكيموثيرابيوتيك ايجنتس اللي انا بديها تبقى بتشتغل لوكالايز في مكان التيومر. من كتر ما القذيفه دي جميله وساحره سموها ماجيك بوليت ثيرابي
وده سؤال امتحان. جيب ان اكاونت اون ماجيك بوليت بيرام. تعال نرجعها تاني اهو معاك اهو. المونوكلونال انتي بوديز يا اولاد هو هايلي سبيسيفيك انتي بودي اجينست سبيسيفيك تيومر انتيجين بيستخدم ايزر الون نيكد لوحده او كونجوجيتد قابل يعني قابل بايه؟ فيديو اكتف ايزوتوب بسبب التوكسيكيشن مثلا ما توصل كتير لو دخل جوه تيومر سيلز هيمنع البروتين سيلز وهيموت التيومر سيلز او بسيتوكاين. اذا عملت قبله للمونوكلونال انتي بودي وسيتوكسيك ايجنت هو هيعمل سبيسيفيك ضد التيومر اللي اسمها ماجيك بوليت سيرم. تعريف الماجيك بوليت سيرم اهو هو مونوكلونال انتي بودي قبل ده وكونجيجيتد ويز حاجه من الحاجات الاربعه دي يوزد ان تريتمنت اوف التيومر عشان يحقق ديفيد ثلاث حاجات. الانتي بودي بيشتغل امنولوجيكالي بيدرايف زي ما بنقول كده بص بياخد معاه بيدليفر او بيدرايف هاي دوزز اوف ذا ريديو اكتيف اور سايتوكسيك دراجز تو ذا لوكال سايت اوف ذا تيومر ويحمي العيان ضد النايت سايت اوف ذا ايوه دي. طيب الكيموثيرابي لو اديته لوحده يعمل جنرال سايد افكت لكن لو اديته بالمونوكلونال ماجيك بول وده مش خيال علمي ده بدا تطبيقه بس هي في صعوبه في تعميمه. ايه الصعوبه في تعميمه؟ مش كل تيومر بتلاقي عنده هاي سبيسيفيك انجن عشان تقدر تحضر مونوكلونال انتي بودي لكن في مراكز في فرنسا حاليا في امريكا بس فرنسا اللي بدات يعني بيعالجوا التيومرز بالمونوكلونال انتي بودي. ولو عايز امثله لان الموضوع مش متعمم قوي انا جاي لك في الكلام اديني امثله للمونوكلونال انتي بوديز تم استخدامها بنجاح في هذا الصدد يعني ما اصبحش خيال علمي ولا بصوا كده الانتي سي دي 20 ومين السي دي 20 ده ماركر موجود على سطح البي لينفوسايت. طب انا هعمل انتي بودي ضد السي دي 20 طب ما الانتي بودي ده هيضرب البي لينفوسايت ايوه ما انا عايز اضرب البي لينفوسايت ليه؟ لعلاج البي سيل لينفوما. لما يحصل بي سيل لينفوما ومش اندر كنترول ولو عملت راديشن للبرين ببوظ البول مار بعمل بول مار ديبريشن تيجي تجيب مونوكلونال انتي بودي ضد حاجه موجوده على اللينفوسايت. هنا محمد يقول لي طب ما هو النورمال لينفوسايت عليهم سي دي 20 بس الكميات قليله ممكن ما يبقاش ما يتاثروش ولو اتاثروا معلش اكسر اللينفوسايت دلوقتي هيحصل لهم برودكشن جديد من البول مار بعد ما العيان يخف بس المهم قاضي على الليمفوما اللي عنده. طب والهير 2 اللي لسه قايلينه بتاع الكانسر دريس ما تيجي تحضر انتي بودي ضد الهير 2 عملوه فعلا اسمه هيرسبتن وده اسمه بقى حسب انتاجه. دايما المونوكلونال انتي بوديز التجاريه اللي تم انتاجها تلاقي اخرها ثلاث حروف ام و اي و بي عشان ام يعني مونوكلونال اي بي يعني انتي بودي. فمثلا ده يسموه ايه؟ ترستوزومات يعني ترستوزومونوكلونال انتي بودي. اسمه العلم بقى هيرسبتن يعني البروتين الانتي بودي اللي هيضرب الريسبتورز بتاعت الهير 2 بستخدمه في حاله الكانسر بريست. الهير 2 قلنا موجود نورمال الكميات قليله بيزيد مع الكانسر بريست نروح نستخدم الانتي بودي يضرب الكانسر سيل دول اوريدي موجودين وبيتعالج بيهم هذه النوعيات من التيومر. اوكي لكن الصعوبه كانت زي ما احمد سمير كده بيقول لك ايه؟ ان انا الاقي سبيسيفيك انجن موجود على سطح التيومر اللي بيها اضربه سبيسيفيك لان لو تصادف ان الانجن ده موجود على النورمال تيشو يبقى انت بتقدر التيومر تقدر النورمال تيشو دي المشكله. نروح بعد كده لمين يا اولاد؟ نبصوا برضه حاجه سبيسيفيك وبس بس سيلز ده ان العيان بسيلز جاهزه ضد التيومر اكتيفيتد نعم هحقنه بايه؟ يا تي سيلز اهو السيلز بقى حاسبها اثنين برضه يا تي سايتوتوكسيك يا اما ناتشرال كيلر. مش فاهم هقول لك حته مثال للي فيكم كمان بقى ايه رياضي او بيشجع كوره تعالى بقى نتخيل ماتش مثلا مباراه كوره بين فريق كبير زي الاهلي مثلا لا 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 ده فريق او الزمالك ماشي كده حبيبي كده كده حبيبي كله ما تزعلش حد انا كنت بقول مثال فريق كبير زي الاهلي بيلعب فريق مهموم زي الزمالك لا ده احكي لك تعالى الناس زي يعني قلت لك بص خلي المثال فريق كبير زي الاهلي او الزمالك او كده لا لا ماشي انا قاعد بيلعب فريق مغمور قوي زي بني عبيد بس في الجامعه كده
بترول اسيوط بترول اسيوط بترول اسيوط قول له بترول اسيوط على طول كده بترول اسيوط السنه اللي بعدها طلع الاهلي من دور 32 برضه الرجاء السنه دي خلاص بيلعب فريق صغير زي الرجاء الرجاء زي بترول اسيوط خلاص الراجل هيجيب غلطه خلاص اقول لك الاهلي ابن خلاص الراجل هيموت خلاص المهم فريق كبير بيلعب فريق مغمور عارف الفريق المغمور ده زي مثلا بقول لكم بترول اسيوط ولا بني عبيد ولا ايا كان عارف اخر طموحهم ايه لما بييجوا يلعبوا الاهلي او الزمالك ان ده تعادل ايه ان اسمهم هيتقال في التلفزيون ان النهارده الماتش مذاع واسمه هيتنادي في التلفزيون والله وده اللعيب من دول يعمل فاول متعمد عشان ياخد انذار عشان يقول لك الانذار خده فلان الفلاني شفته اسمه اتقال كام مره ويعمل خناقه ويترد عشان اسمه ايه عمل حدث في الماتش يا ده كده طلع في التلفزيون تعمل ده كان جاي من اثناء المباراه والشوط الاولاني شغال قالوا تعال في مصر اسمع يا الفريق المغمور جاب جول يعني الشوط الاولاني طلع الفريق المغمور كسبان 1-0 اهو ده اللي حاصل بين الاميون سيستم والتيومر الاميون سيستم الفريق المشهور دوت بكل اللي انتم شفتوه في الانيميشن شفله وهو بحاله تيومر يعني المفروض يسيطر عليه يوم التيومر يهرب ويكسب ويطلع الشوط الاولاني 1-0 بالهجمه المرتده لو انا بقى الكوتش بقى ولا المدرب بتاع الفريق اعمل ايه لو قعدت انده على لعيبتي واحمسهم وهو في الملعب مش هيسمعوني وصوتي هيروح على الفاضي يعني لو فكرت ان انا احقن سايتوكاينز جوه جسم المريض عشان انشط فيه سايتوكس ونشر كده هوصل لكيشوتك سيستي هحقن انت لوكي تو قد ايه يقوم العيان يموت قبل ما النشر كده تفوق ها اللعيب وهو مندمج وبيلعب مش هيفوق للصوت المدرب او ما اعمل ايه استنى الشوط الاولاني يخلص واروح واخد لعيبتي بس انت تبقى اولاني الكوره خلاص الماتش انتهى اسحب لعيبتي النجوم بتوعي بقى في اوضه اللبس بقى واديهم دش سخن دش سخن انتوا لعيبه انتوا تستاهلوا بيضحك شويه لما بيضحك انتوا تستاهلوا مش عارف ايه انتوا اخركم تروح تلعبوا تخبط على صدرك كذا احسن حصل اخرها تروح تلعبوا خلف الشباب مش عارف ايه قاعد انا بقى ايه ابهدلهم عمال اديهم التدوين تو جبل التغفير ها بحمسهم والله انتوا حرين لو فضلتوا على كده ما حدش يهموا المباراه انت مش هلعبكم تاني بس واروح حايلهم تاني طب انت بتاخد الكيسه توكسيك ازاي؟ بروح للجراح اقول له النبي وانت بتشيل التيومر اديني شويه سيلز اديني تيومر ماس اللي انت شلتها استخلص التي سيل توكسيك من التيومر بيسموهم تيومر انفلتريتنج لينفوسايتس فهي صعبه بس بتتعمل ان انا استخلص اللينفوسايتس اللي عامله انفلتريشن جوه التيومر سيلز وانشطهم بانترلوكين 2 واعيد حقنهم او اخد عين الدم من العيان واعمل سنتريفيكيشن واخد الطبقه بتاعت اللينفوسايتس وحمسها بالانترلوكين 2 واعيد حقنها تاني. يبقى بصوا دي بيسموها ايه يا ولاد؟ بيسموها ادوبتيف سيل ثيرابي اللي هي انا بعتبرها سبيسيفيك باسل سيلر ثريت. اني بدي سيلز بشكل جاهز باسل اهو وهي سبيسيفيك اهي وبديها لمريض التيومر. باخدها منه شخصيا بصوا كده ثلاث كلمات هنا تيكن واكسباندد او اكتيفيتد وانجكتد. ثلاث كلمات التي لينفوسايتس ار تيكن من ايه؟ من التيومر ماس نفسها بيسموها تيومر انفلتريتنج لينفوسايتس اكسباندد او اكتيفيتد يعني احط عليها سايتوكاينز احمسها اند ري انجكتد او ري انفيوز اعيد حقنها تاني جوه مريض التيومر نفس القصه على الناتشر كيلر سيل لو حطيت عليها انترلوكين 2 بره الجسم انا بحولها الى لاك لينفوكاين اكتيفيتد كيلر واعيد حقنها مره تاني تبقى مور افكتيف ان كيلينج ذا تيومرز قال لي فكرتين بتوع ان انا استخدم سبيسيفيك باسيف طب والاكت ايه؟ يعني انا عايز الاميون سيستم بتاع مريض التيومر نفسه هو اللي يشتغل وهنا يبقى هعمل له فاكسينيشن يعني بين قوسين اكتب كلمه فاكسين والفاكسين هنا ثلاث حاجات يطعمه بالتيومر سيلز يبقى تيومر سيل فاكسين يطعمه بالتيومر انجن يبقى تيومر انجن فاكسين يطعمه بالفيروس نفسه اللي بيعمل التيومر تاني الفاكسينز اللي هتخلي الاميون سيستم يشتغل اكتف ضد التيومر قد تكون تيومر سيل فاكسينز تيومر انجن فاكسينز تيومر فيروس فاكسينز بس انت كتبت قبل كده واحده واحده نمشي واحده واحده نمسك يعني ايه تيومر سيل فاكسينز الاول مريض عنده تيومر
اخلي الجراح يعمل له اكسجين. يعني انت مش بتشتغل لوحدك. ايوه يا اولاد، احنا بنقدم مدخل رابع لعلاج التيومرز، بس بالاشتراك مع بقيه الزملاء، مع الجراح ومع بتاع الريديو سيرامي ومع بتاع الكيمو سيرامي. زي ما ديفيد قال، ديفيد قال من شويه، طب ما حلو، ما هو الكيمو سيرامي ما تدخل كيمو سيرامي بالانتيبودي. اه ده اشتراك بيننا وبين الكيمو سيرامي او بيننا وبين الريديو سيرامي. طب ولما بستخلص سيلز من تيومر يكون الجراح شالها، طب ما ده تعاون بيننا وبين السيرجن. احنا بنقدم مدخل رابع، مش بنقول احنا البديل. فين بتاع الباثولوجي؟ لا صحيح، احنا مش بنقول احنا البديل، لكن بنقدم مدخل رابع. هذا المدخل اهو، يا جراح تعال شيل التيومر ده بعد اذنك اديهولي، اروح واخد شويه سيلز من التيومر واعملها ايراديشن، اموتها واعيد حقنها تاني في المريض. يبقى بصوا كده، التيومر سيل فاكسينز هي ايراديتد تيومر سيلز، عشان تبقى كيل، عشان ما حقتش الخليه صاحيه بتاع التيومر. ها، واحط معاها كده حاجه منشطه اجفنت، هتعرف يعني ايه اجفنت دلوقتي. واروح راجع حقنها تاني في المريض. جايز اكون واخدها اوتولوجس، يعني من المريض نفسه. طب ولو مريض اخر عنده نفس التيومر، وماله، خد التيومر من المريض التاني وحقنها في المريض الاخر. ليه؟ يبقى زياده الخير خيرين. ده انت بتعرف الاميون سيستم، خد بالك الخلايا دي عليها تو ديفرنت انجنز بالنسبه لك، تيومر انجنز من ناحيه والفورن انجنز بتاعت الشخص الاخر. يسموها قالوا جاي من قليل، قالوا جينيك، يعني خلايا من نفس التيومر بس من شخص مختلف. يقول ده ينشط الاميون سيستم اكتر، يصحصحه. يعني بدل ما انا بعرفك على فاريانت واحد، على حاجه ديفرنت واحده، بعرفك على حاجتين ديفرنت. التيومر انجنز بصحصح، ولا بص انت كان جواك التيومر دوت. ها فوق بقى اهو، وما كنتش شايف ان جواك التيومر ده اهو، في انجن تاني بتاع شخص كانه ترانس بلانتيشن فعلا. طيب اوكي، جايز يكون الاميون سيستم حصل غفله من الحاجات اللي قدر بيها التيومر يهرب، فانا بعيد تنبيهه. بجيب كميه انجل مناسبه كده واقول له بص انت جواك التيومر ده، وتعالى انتبه. وريني كده النوتيفيكيشن. سؤال الابرام بقى جميل قوي. طب ما تيجي نحقن التيومر انجلز دي، سواء تيومر سيلز او انجلز، في شخص سليم ما عندوش تيومرز. يبقى فاكسينيشن، يبقى بروتكشن. عيلة مشهور فيها ان بيجي لهم كولون كارسينومز اما بيوصلوا سن معين. حلو، ما تيجي تاخد الانجنز بتاعت الكولون كارسينوما او السيلز بتاعتها وتعمل لها ايراديشن وتحقنها في بقيه افراد العيله، يبقى انت عملت لهم بروتكشن. يعني ما كانش في المريض نفسه كنوع من العلاج، فليكن في ناس ثانيين كنوع من البروتكشن. فاهمني؟ طب وانا لما اجيب سيلز واعمل لها ايراديشن احسن يحصل كومبليكيشنز ولا الخليه كده ما تكونش اتقلبت وتعمل لي تيومر متاسس ولا حاجه؟ ما تيجي تستخلص الانجنز بتاعت التيومر وتدرسها وتحضرها. اقسام الكيمياء دلوقتي تديهم بروتين يفكهولك، يقول لك ده معمول من الانين، جلايسين، هيستيدين، تريبتوفان، يقول لك الشفره بتاعت البروتين كويس. تديله امينو اسيد مفرطه يعملها لك بولي بيبتايد. فبعد ما ندرس الانجنز ونعرف تكنيك الامينو اسيد سيكونس دي نحطها. يبقى سنتيك بروتين دي حاليا على فكره في تكسير البرتش انفلونزا فيروس معمول بطريقه سنتيك بيبتايد. يدور على الهيما جلوتين بتاعت الانفلونزا او النيورامينيديز ويعرف ترتيب الامينو اسيد ويقلدها يصنعها، كده اسمها سنتيتك بيبتايد فاكسين. طب والثالثه التيومرز اللي سببها فيروس، ما تيجي تتعامل ضد الفيروس وتيجي ليه ما احنا عملناها فعلا. الهيباتايتس بي اللي كان بيعمل هيباتوسيلر كارسينوما، لما بدانا نستخدم الهيباتايتس بي فاكسين روتين الهيباتوسيلر كارسينوما قلت جدا. البابيلوما فيروس اللي بيعمل كانسر سيرفيكس، لما بدأنا نستخدم البابيلوما فيروس فاكسين أصبح مفيش وجود تقريبا الكانسر سيرفيكس، أو قلت إلى حد كبير في المجتمعات اللي بيتطعموا روتين. في بعض المجتمعات لما السن توصل سن من 9 ل 11 يدوها البابيلوما فاكسين خلاص، ده ما بيجيلهمش كانسر سيرفيكس. فإذا ممكن نطعم ضد التيومر. المدخل الرابع مجال نون سبيسيفيك، يعني ما تيجي نصحصح الاميون سيستم بشكل عام، ما تيجي نحقن سيتوكاين، ما تيجي نحقن انترفيرون. الانترفيرون تايب 1 في الالفا والبيتا كان له فانكشن رابعه مالجنا، بفكرك رابعه كان له اربعه فانكشن، ثلاثه ضد الدرجات قريب ورابعه كانت ضد التيومر. انتي بروليفريتد يمنع البروليفريشن، فلما تجيب بره التيومر هيوقف التيومر جروث. ادي الرابعه، ادي فانكشن.
طب والبكتيريا الاجمل البي سي جي، على فكره اختراع مصري، قرارات هذا الاختراع مصري، يستخدم البي سي جي فاكسين في علاج التيومرز. حلو، حتى يعرف يشوف الفكره المصريه الذكيه. في فتره من الفترات كان عندنا الهرزيزس منتشره، كان بيحصل يورينري بالهرزيزس على في البسين، وكان اون توب اوف يورينري بالهرزيزس بيحصل كانسر بلادر. كان كتير قوي في مصر، فالدكاتره المصريين فكروا في علاج للكانسر بلادر بان انا احقن جوه التيومر نفسه بي سي جي. اسمع يا عبد الرحمن، احقن بي سي جي فاكسين جوه التيومر نفسه. ليه؟ البي سي جي باعتباره لايف اتينيويتد بكتيريا هيستيميليت السيجما ديت الاميونتي. تقوم تيجي تيجي فوسايز تشوف البي سي جي فاكسين، تبدا تعمل سيجما ديت الاميونتي اجينست التي بي. حلو، من ضمن خطوات السيرم ديت الديمونيتي اللي هتحصل ان التي لمفوسايت حجمه يدوب سايتوكاين، تقوم تاكتيفيت الماكروفيج. طب الماكروفيج دي بتشتغل سبيسيفيكالي ولا نون سبيسيفيكالي؟ تقوم ضربه في التيومر تطلع سايتوكاينز تاكتيفيت الناتشر كيلر. هي الناتشر كيلر بتشتغل سبيسيفيكالي ولا نون سبيسيفيكالي؟ نون سبيسيفيكالي، تروح الناتشر كيلر تروح ضربه في التيومر. يبقى انا بخلي العيان كاني بديله سبيسيفيك ميكانيزم بين التي دي، بس بستفيد بالنون سبيسيفيك ميكانيزم بتاعته. بحقنه بالبي سي جي فاكسين، الاميون سيستم يهيج، ماشي، هيهيج على مين؟ هيهيج على التي دي، ماشي، هيعمل اكتيفيشن الماكروفيج واكتيفيشن الناتشرال كيلر، دول بقى نون سبيسيفيك. زي ما كانهم هيشتغلوا ضد التي دي، هيضربوا التيومر اللي موجود لوكالي في المكان اللي هم طلعوا فيه. يعني كأنك مثلا واحد واقف في ازازه فيها ميه نار، وانا واقف وجنبي واحد انا متضايق من الواحد اللي جنبي ده، الشخص اللي معاه ميه النار وجرين، فهو بيرش هيرش على مين؟ على الجنب. البي سي جي هيستفز الميون سيستم اللي عنده ميه النار وهيجري او يقع. يقوم ايه؟ مين اللي هيتاثر؟ اللي كان واقف جنبي التيومر هينبه من ميه النار جاني ده، هينبه من السيتوكاين والاكتيفيشن اوف ذا ايميتي ميونتي هينبه منها جاني. الوحده وسائل في اختراع مصر، ابتكار مصر، ومازال بيستعمل في الكانسر بلاد، يحقنوا بي سي جي جوه تيومر تيشو بتاع الكانسر. نعم. يعني شروط العيان والمينو كومبرمايز ولا ممكن يستجيب ولا نجرب وخلاص، دي بقى ترجع للكلينيشن بيشوف حاله العيان مريض مريض. كلنا على حده. انتهى تشابتر 20 وهنروح لتشابتر 21، وهنا هنستعرض معاكم بصوا بقى عيوب الاميون سيستم. عشان الناس متفقين. نعم. انا نزلت منها مقطع امبارح تعال نقرا حبيب الموبايل ايه ازاي ده عشان يضحك اعوذ بالله ايوه سيستم سبق دراسته في التو تشابترز اللي فاتوا على طول، وقبل كده لما عرفناك بالديفرنت كومبوننتس قدمنا لك مميزات الاميون سيستم. الاميون سيستم هيشتغل لمصلحتك،
هتلاقيه بيدافع عنك ضد اكسترا بكتيريا انترا بكتيريا ضد فانجس ضد فيروس. شفنا الكلام ده مع بعض ضد تيومر لسه مخلصين صح؟ كان الاميون سيستم از يا ركز يا محمد كان الاميون سيستم از يور فايتنج ارمي جيشك اللي بيدافع عنك يعني بيخش معاك حروب ونتاج كل الحروب الحكمه بتقول نو وور وداوت فيكتور لابد ان يكون في ضحايا فاللي جاي من الشابترز الثلاثه اللي جايين ورا بعض ضحايا عيوب الاميون ريسبونس اول عيب ان ممكن الاميون ريسبونس يعمل هايبر سنسيتيفيتي تاني عيب يعمل جرافت ريسبشن تالت عيب يعمل اوتو اميون ديزيز فعلى مدار الثري شابترز اللي جايين 21 و22 و23 هندرس عيوب الاميون سيستم الناتجه عن بص بقى الناتجه عن ايه عن ريسبونس يعتبر غير مناسب او اكساجريتد عشان كده التعريف يبدا يبدا التعريف بان الاميون سيستم احيانا قد يؤدي الى اكساجريتد اور ان ابروبريت اميون ريسبونس اللي ده بيرزلت ان تيشو دامج اما الناتج بتاع الاميون ريسبونس يطلع هيستامين الهيستامين يعمل فاز دايلتيشن وما يدفعه من مشاكل وهايبوتنشن وقد يصل لشوك نسميها انافلاكتيك شوك او انافلاكتيك رياكشن الرياكشن دي مشاكل وعائيه في الفيجن فاز دايلتيشن وكابيلاري بيرميابيلتي وهايبوتنشن وجايز نخش بشوك اسمها انافلاكتيك رياكشن ادي اول مشاكل الاميون ريسبونس نتيجه للهيستامين ريليز كتير ثاني مشاكل جايز الاميون ريسبونس يوجه ضد خليه من خلاياك ويؤدي الى اتس ديستراكشن يبقى اسمه سايكليتك رياكشن يعني الخليه سايتو من الخلايا بتاعتك حصلها ليك حصلها لايس سايتو ليتك رياكشن جايز الاميون ريسبونس يؤدي الى انتي بودي وانتيجين يتحدوا مع بعض ويبقوا سوليبل استاذ محمد لما موت معنا يؤدي كان شغال سخن بس الزبون يؤدي الى سوليبل اميون كومبلكس يحصل له ديبوزيشن في التيشوز يبقى اسمه اميون كومبلكس ميديتد ريأكشن جايز الاميون ريسبونس يبعت يجيب تي لينفوسايتس يهيجوا الدنيا ويبقى اسمه تي سيل ميديتد اميونيتي او تي سيل ميديتد ريسبونس يعني كان الاميون سيستم اثناء عمله قد يقع فيه خطأ من أربع أخطاء increased histamine release يؤدي إلى anaphylactic reactions antibody response موجه ضد خلايا من خلايا الشخص نفسه يؤدي إلى cytolytic reactions antibody يدي soluble complex يبقى deposit في حتة معينة يدي immune complex mediated reaction T lymphocyte تعمل tissue damage يبقى delayed أو semi-mediated hypersensitivity reaction يا ترى المريض نفسه جاي عارف ايه اللي حصل جواه يعني المريض جاي يقول لك انا عندي سيركوليتك رياكشن ايوه كده قال المريض هيقول لك انا عندي سيركوليتك رياكشن قال لي هيقول لك انا عندي اميون كومبلكس ديبورت رياكشن حاضر هنشغل اسوار التكييفات حالا والتكييف ده كمان يا محمد يبقى المريض مش هيشتكي من الاسم العلمي للرياكشن امال ايه الديزيز اللي المريض هيجي يشتكي بيه المريض هيشتكي من ديزيز من ثلاثه يقول لك انا عندي حساسيه يبقى هيشتكي من هايبر سنسيتيفيتي او كان زارع اورجان وحصل له ريجكشن يبقى جرافت ريجكشن او حصل اوتو اميون ديزيز دي المانيفستيشنز او البريزنتيشنز بتاعت التيشو دامج اللي هيحصل من الاميون سيستم في هذا الشابتر هندرس الهايبر سنسيتيفيتي الشابتر اللي جاي هندرس الجرافت ريجكشن شابتر 23 هندرس الاوتو اميون ديزيز يلا بينا انا قلت المقدمه دي سريعا وانتوا مش مركزين عشان نبدا مع بعض التركيز يلا يا هاني يلا يا هاني دكتور وريت الفيل انا هو اسمه كده سخن لا يعني بس هو يعني ميت هو ما علهوش ولا عطاه وده عامل مساعي يا محمد لا ده صح
انا ناقص يا اخويا. مشاكل الميون ريسبونس قد تكون او قد تؤدي في هايبر سنسيتي، هنبدا نتكلم عنها حالا، او اوتو اميونيتي او جرافت ريجكشن. نبدا بالهايبر سنسيتي ريكشن. ديفينيشن مهم جدا. الهايبر سنسيتي معناها اكساجيريتد او ان ابروبريت اميون ريسبونس ريزلتنج ان تيشو دامج. تاني نحفظ مع بعض، الميون ريسبونس غير ملائم او يعني خارج عن في انفعال يعني يوم يؤدي الى تيشو دامج. ده التعريف العام للهايبر سنسيتيفيتي. الهايبر سنسيتيفيتي تيبيكالي يحصل اول اكسبوجر يؤدي لحاجه اسمها سنسيتيفيشن، ودائما بيكون في سبسيكوينت اكسبوجر تؤدي للتيشو دامج. يعني الهايبر سنسيتيفيتي النموذجيه تحصل بعد على الاقل التعرض مرتين. دائما المره الاولى زي ما هنشوف بتعمل حاله اسمها سنسيتايزيشن، والحاله الثانيه هي اللي بتؤدي للتيشو دامج والمانيفيستيشن. هنشوف الكلام ده هنفضلك حالا ازاي على تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. للهايبر سنسيتيفيتي اربع انواع، كل نوع فيهم معتمد على ميكانيزم الاربعه اللي اتقالوا في مقدمه الشابتر. يعني تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي اللي بيسموه ايميديت هايبر سنسيتيفيتي ده ناتج عن انافلاكتيك ريأكشن اللي هي مكتوبه فوق نمره 1. تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي بيسموه سايتوليتيك او سايتوكسيك هايبر سنسيتيفيتي، ناتج عن الريأكشن نمره 2 اللي هو السايتوليتيك ريأكشن او السايتوكسيك ريأكشن. تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي اللي هو الاميون كومبلكس ميديتد، ناتج عن تكوين اميون كومبلكس اند اتس ديبوزيشن في ديفرنت تيشوز، ادي نمره 3. تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي ناتج عن تي ليمفوسايت فبيسموه سيل ميديتد او ديليد او تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. يا ولاد بينا على تايب 1، يلا ما نضيعش وقت. تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن تعريفه انتبهوا عشان في كلمه مهمه قوي، هو اكساجيريتد او ان ابروبريت اميون ريسبونس. بصوا بقى الخطوره كان ايه، تو هارمليس انفايرمنتال انتيجين. يعني الميون سيستم كده اشتغل حيث كان المفروض ما يشتغلش. هديك مثال عشان تفهم العنوان او التعريف. الفراوله ايه رايكم فيها؟ حلوه جميله طعمه لذيذه. ناكل فراوله تلاقي واحد يجي له ارتجاليا. ليه؟ الميون سيستم قرا الفراوله غلط على انها ارتجاليا. دي كانت هارمليس يا عم. كانت الفراوله المفروض انها مش هتاذيني يعني. انت ايه اللي هيجك ضدها؟ تاني انتجين انفايرمنتال ما هواش اساسا مضر. الاميون سيستم هو الانفعال ضده على الفاضي. انفعال خاطئ، انفعال اكساجيريتد، انفعال في غير محله، ان ابروبريت. لو كنت سبتني اكل فراوله ما كانش جرالي حاجه. بلاش كده. واحد لابس قميص مثلا بوليستر او نايلون كده الوضع مش تمام، او حاجه فيها صوف، تبص تلاقي يجي له سكين راش. ايه يا عم الاميون سيستم ما حبش الصوف ولا النايلون اعتبرهم فورين. يا عم تسيبهم انت مال. هو بيجي له حساسيه من الموز. يبقى اكساجيريتد او ان ابروبريت ريسبونس. واحد شم حبوب النبات، حبوب الاضاحة بتاعت النبات في بداية الربيع يجي له برونكيال ازمة. ليه؟ الاميون سيستم شاف البولين جريز دي انها فورين، عمرها ما كانت هتأذيني لوحدها. ها؟ واحد شم مش عارف ايه جاله راينايتس، واحد في الربيع يجي له كونجكتيفايتس، كل دي اخطاء للاميون سيستم. يبقى بصوا كده عشان كده الديفينيشن ده مهم. عارفين المجموعه دي من الاعراض اللي انا قلتها لك، اللي هي المرضى يشتكي يقول لك انا عندي حساسيه، اللي هو لا
سيبكم من كلمه هايبر سنسيتيفيتي كتعريف علمي. الناس لغويا يقول لك انا عندي الرجي. افهم بقى اربط الامور. اللي يجي يقول لك انا عندي حساسيه اللي هو المثقف شويه اللي بيتكلم انجلش يقول لك انا عندي الرجي او الرجيك رياكشن، هي دي تايب 1. الالرجيك رياكشن اللي بنشوفها في ناس كتير الراب والبرونكيا الازمة الرايمايتس الكونجنكتيفايتس الارتيكاليا السكين راش الفوميتنج الدياريه الحاجات دي كل دي مانيفستيشنز لتايب 1 هايبر سنسيتيفيتي اللي اسمه الرجي. عشان كده بصوا بقى رحنا عرفنا الهارمليس انفايرمنتال انجن دول سميناهم الرجن. سؤال مين هم الالرجن؟ هم الهارمليس انفايرمنتال انجن اللي يؤدوا الى الرجن اللي هي طيب 1 هايبر سنسيتيف. سؤال هل كل انجنز الرجنز؟ هل كل الرجنز انتجنز؟ نعم كل الانجن انتجن والعكس غير صحيح وليس كل انجن الرجن. الله ايه المواصفات اللي تخليني اضيف واحد من الانجنز احطه في عيله الالرجنز؟ ده لا كتعريف لكن كعلم بقى ايه اللي بيعمله في الجسم عشان نسميه الرجن اهو بيستيميليتس برودكشن اوف اي جي اي بس كده بدات تربط الاحداث. يبقى الانجن اسميه الرجن لما يكون هيقدر يستيميليت البينوفوسايتس ويخليها تبروديوس امينوجلوبين اي يبقى ساعتها اسمه الرجن. واضحه؟ حلو. ليه بقى؟ هو ايه اللي بيحصل؟ اسالكم سؤال هو لو كلنا اكلنا فراوله كلنا هنكون اي جي اي ولا لا؟ سؤال لو كلنا اكلنا فراوله هنكون اي جي اي ولا لا؟ الاجابه اه. كلنا هنكون اي جي اي. ليه؟ خلاص الفراوله الميون سيستم بتاع البشر بتتعرف عليها على انها الرجن يبقى لازم يبروديوس اي جي. بنطلع اي جي اي بايه بقى؟ اكستريملي لو ليفل. عارفين النسبه كام؟ الاي جي اي اللي احنا بنطلعه لما ناكل اي الرجن لا يزيد عن 5 في 100,000 من كل 100,000 اميونو جلوبولين مولكيولز 5 منهم بيكونوا اي جي اي. دول يعني لو عملوا ايه ولا هيعملوا حاجه. فعشان كده احنا بنتعرض للالرجنز كلنا وبنصنع اي جي اي من غير مانيفستيشنز. ليه؟ عشان بنطلع الاي جي اي فيري لو ليفل. امال ايه مشكله الناس اللي عندهم حساسيه؟ اهي مشكلتهم اهي. سم انديفيدوالز ار جينيتيكالي بريدسبوز عندهم جينيتيك بريدسبوزيشن انهم لما يتعرضوا للالرجن يبروديوس لارج اماونت اوف اي جي اي. هي دي المشكله. يعني مثلا سي من 100 واحد تلاقي واحد او اثنين لو تعرضوا لنفس الالرجن يبروديوس لارج كوانتي اوف اي جي اي. هم دول اللي عندهم مشكله. ليه بقى؟ تعال نشوف ايه اللي هيحصل. الفيرست اكسبوجر يؤدي الى سنسيتايزيشن. يعني ايه؟ الاكسبوجر للالرجن هيؤدي للانترلوكين 4 اللي طالع من التي هيلبر 2 اللي هيخلي الاي جي ام يبقى اي جي اي. ده انا قلت 100 معلومه دلوقتي ورا بعض كده كل واحدة تستوجب انها نشرحها. الالرجن بالنسبة لنا يعتبر اكسترا سيلولار انتيجين صح؟ لما الواحد يتعرض له هيتقبض عليه بانتيجين بريزنتنج سيل ماكروفيج او بي لينفوسايت. قبضوا عليه جوه فيزيكال اهو. يعني الالرجن جوه الاميون سيستم يعامل معاملة الفيزيكولار انتيجين صح؟ ويتحط على السطح مع مين؟ مع ال MHC كلاس 2. القانون بيقول كده فيزيكولار يتحط مع كلاس 2. نبعت نجيب مين؟ نبعت نجيب التي هيلبر اللي عليهم سي دي 4. كل دي قوانين سهله خدناها صح؟ التي هيلبر قدامها كام طريق؟ تبقى 1 او 2. لو مشيت في اتجاه 1 خير وبركه ما يجراش مشاكل. ماذا لو عند بعض الناس اهو عشان واحد يقول طب ايه اللي خلاني تبقى تي هيلبر 2؟ عند بعض الناس تبقى تي هيلبر. طب لو بقت تي هيلبر 2 ايه اللي يحصل؟ تي هيلبر 2 بتبروديوس ايه يا احمد يا سمير؟ اربعه انت لوك على بعض. 4 4 اهو على دايره اهو و5 و6 و10 حلو قوي. عند بعض الناس 4 و5 و6 و10 يطلعوا بالانسد كده مع بعض قد بعض. لما 4 و5 و6 يروحوا البي لينفوسايت يقولوا عايزين انتي بودي و5
وبليز عايزينك تعملي سويتش من اي جي ام الى تاني. الجواب بيقول بصوت عالي صح؟ 3 جي. الفور والفايف والسكس متابعين بشكل بنسل يخلوا البيل قصير بدل ما بتطلع اي جي ام بتطلع اي جي جي. يبقى الناس اللي عندهم فور وفايف وسكس بنسل كده مش هيحصل لهم مشاكل. ومن ماذا يحدث بعض الناس اللي هم بقى جينيتيكالي بريديسبوز ان الديتالوجي الفور هو اللي بيطلع اكتر. يوم الديتالوجي الفور لما بيبقى كتير يروح للبي لينفوسايت يقول لها انا عايز كلاس سويتشنج وبدل ما بتطلع على جي ام يطلع لي اي جي اي. ادي القصه بالتفصيل. تاني الالرجن اكسترا سيلولار انتيجن يتبلع جوه فيزيكال يعامل معامله فيزيكولار باسجن او فيزيكولار انتيجن يتحط مع كلاس 2 السمرين التي هيلبر عند الناس اياهم اللي هم جينيتيكالي بريديسبوز التي هيلبر تتحول التي هيلبر 2 وتطلع المزيد من انتروجي الفور يقوم يخلي يحصل كلاس سويتشنج بدل ما البي لينفوسايت تبقى بلازما سيل وتطلع اي جي ام يخليها تطلع اي جي اي وبكميات كبيره. ليه كل ده حصل؟ هو جينيتيكالي ربنا خلقه كده. واحد ربنا ابتلاه جينيتيكالي بريديسبوز عشان ربنا يوري الباقيين انهم في نعمه. اهو انت لما تلاقي نفسك ما عندكش حاجه ناس اخرى تشتكي منها اقدر تصبر على هذه النعمه. واللي مبتلى يصبر بقى. يبقى انا عندي ادي الميكانيزم. نرجع للميكانيزم مكتوب ايه تاني في السكرين؟ الاكسبوجر للالرجيك يؤدي للانترلوكين 4 اهو بروديوس باي الهيلبر 2 يروح الانتيبودي اللي هو اللي طلع الاي جي اي دوت رايح ماسك في الماست سيلز والبيزوفيل بظهره بديله. ادي اخرة اللي يلعب بديله. ادي الاي جي اي يروح للماست سيلز ويمسك كده لعب بديله مسك بالاف سي بورشن اهو. طب ولما يلعب بديله كده كده يبقى القصه اسمها حصل سنسيتايزيشن. العيان ده بقى سنسيتايز. طب في مانيفستيشن لحد دلوقتي لسه ده اسمه الفيرست اكسبوجر او الفيرست كونتاكت. تعالوا بقى بعد شويه ندى نشوف ماذا لو هذا العيان حصل له سبسيكونت اكسبوجر. اكسبوجر بقى للمره الثانيه الثالثه العشره المئه. الانجن يخش يلاقي المنظر دوت يلاقي ماست سيلز او بيزوفيل عليها الانتيبودي ماسك كده. لو انا بنشتغل فيزيكس وكهرباء لو دي دايره كهربائيه الانتيبودي ده بالممبرين ده بالانتيبودي ده تبقى اوبن ولا كلوز سيرك؟ تبقى اوبن صح؟ لما يخش الالرجن يقفلها. الالرجن يعمل حاجه اسمها كروس لينكينج يعني يمسك بين اثنين انتيبودي موجودين على سطح نفس الخليه يقوم يكهرب الخليه فعلا. وعلى فكره طول عمري كنت بفهمها كده واشرحها كده لنفسي واشرحها كده لما بقيت ستاف اقول الخليه بتتكهرب. تخيلوا انهم اكتشفوا انها كهرباء فعلا. شوفوا والله اكتشفوا انها كهرباء. عارف طلع ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه اسمها كالسيوم انفلوكس. فالكالسيوم ايونز اللي كانوا موجودين اكسترا سيلولري يخش جوه الخليه لما المنظر ده يحصل يقوم يزيد الانترا سيلولر كالسيوم ايونز. تقوم تكهرب الخليه وتزود السايكليك اي ام بي. يقوم السايكليك اي ام بي يخلي الممبرين اني ممبرين اللي بيحتوي على الهيستولوجيك الفارماكولوجيكال اكتيف ميدييتورز اصل الماس سيلز والبيزوفيل جواهم هيستامين واذر فارماكولوجيكال اكتيف ميدييتور موجودين جوه جرانيولز ليها ميمبرين. تقول الميمبرين ده ما يبقاش ستابلايز يفرقع. فلما الميمبرين يفرقع يخرج محتويات الخليه من الهيستامين واخواته يبقى اسمها دي جرانيوليشن. يبقى الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1 بتحصل في غضروف. الخطوة الأولى سنسيتايزيشن إن أنا أوصل المنظر ده. والخطوة الثانية دي جرانيوليشن إن الجرانيولز اتفرقع. واحنا بالتفاصيل مش طالبين منك لا كالسيوم ولا سايكليك إم بي ولا كهرباء ولا كلام من ده. الكلمتين قدامك أهو. نحفظهم مع بعض. الميكانيزم أوف تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي الفيرست إكسبوجر يؤدي لسنسيتايزيشن نتيجة إن الإنترلوكين 4 اللي بروديوس باي تي هيلبر 2 هيعمل ايه؟ هيخلي البي لينفوسايت ينتجوا اي جي اي. الاي جي اي يمسك في الماست سيلز والبيزوفيل يبقى اصبحوا سنسيتايز. الري اكسبوجر
هيكمل يحصل كروس لينكينج بين الاي جي اي اللي موجودين على سطح نفس الخليه، ده يخلي يحصل ديجرانيليشن وريليز اوف فارماكولوجيكال اكتيف ميديتور. عندك باراجرافين جايين جالي كده ايحاء كده ان ممكن يتسكوا كومبيني انا كنت نايم ومحرمت ان السؤال ده يجي كومبير ممكن قارن بين الايرلي ستيج والليت ستيج سبوت تايم سؤال نظري 2015 او قارن بين البري فورمد والنيولي فورمد ديديتورز سبوت تايم 1 هايبر سنسيتيف ايه من ضرب المقشات ايه اول ما حصل طريق جرانيوليشن يا اولاد تمام ركز اول ما حصل دي جرانيوليشن المس سيلز والبيزو كنت جواهم ميديتورز جاهزه هم مين ركز يا سمير هم مين يا محمد الهستامين والباف البليتت اكتيفيتنج فاكتور دول قاعدين جاهزين طول الوقت جوه الجرانيولز اول ما حصل دي جرانيوليشن راحوا خارجين في الحال لانهم بري فورمد خرجوا دين قد ايه يا شباب؟ ربع ساعه تلت ساعه بقوا مسؤولين عما يعرف بالايرلي فيز مانيفستيشنز اللي هي فازو دايليتيشن وبرونكوسبازم وشويه حاجات كده لوكال انتبهوا ايها الساده بقى بعد خمس ست ساعات لقينا المص سيلز والبيزوكيل بيريليز اذر ميديتورز ما كانتش جاهزه ساعتها يا شباب ما كانتش جاهزه يبقى المص سيلز والبيزوكيل اخذوا خمس ست ساعات عشان يعملوا هذه النيولي فورمد ميديتورز يبقى طلعت ليت شويه يبقى مسؤوله عن الليت فيز سيمبتومز واهمهم اليوكوترينز والبروستاجلاندين ودول بعتوا ريكروت سيلز دول الضحيه بقى مش يستروا على اللي حصل لا ينادوا على خلايا مور ايزيلوفيلز مور ماست سيلز مور بيزوفيلز مور تي هيلبر 2 مور مونوسايتس وماكروفيج ولعوا الدنيا قاموا ادوا لتيشو دامج ادي الفروق بين البري فورمد والنيولي فورمد ميديتورز وطبعا دول يبقوا بريزيستنت يقعدوا فور لونج ديوريشن لكن الايرلي بري فورمد ميديتورز يعملوا ايرلي فيز مانيفستيشن فور شورت ديوريشن مش بيقعدوا الفتره دي تاني الاحداث بعد ما حصل سنسيتايزيشن لما الشخص اتعرض مره تانية حصل دي جرانيوليشن اللي على شمالك خرجوا الاول اسمهم بري فورمد ميديتور الهستامين وبليتد اكتيفيتنج فاكتور طلعوا بسرعه ودين 15 تو 20 مينتس هيقعدوا فور شورت ديوريشن مسؤولين عن ايرلي فيز سيمبتومز ما لهمش كومبليكيشنز النيولي فورمد ميديتورز هم الليكوترينز والبروستاجلاندين دي تيك لايك 5 تو 6 اورز عشان يكون نيولي فورمد هيبقوا مسؤولين عن الليت فيز كومبليكيشنز اللي بتقعد فور لونجر ديوريشن وللاسف بتبعت تعمل ريكروتمنت للاذر افكتور سيلز وتؤدي الى تيشو دم خلاص المريض اللي هيجي له تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن هيبقى بريزنتد ازاي؟ هيجي لي المعمل بايه او العياده؟ هيجي يا اما بسيستماتيك فورم يا ريهان ركز يا ريهان سيستماتيك فورم يعني يجي عنده حاجه اسمها انافلاكسس او انافلاكتيك شوك يجي عنده لوكالايزد فورم حاجه اسمها اتومي نشوفها حالا دلوقتي ايه بقى الانافلاكسس؟ هسالكم وتجاوبوا كده لو واحد تعرض للقصه دي اول اوفر ذا بودي يقوم الهستامين يطلع في كل مكان يقوم يحصل فازوديليتيشن جنرالايز البرونكوس باس يقوم يحصل انه مش قادر ياخد نفسه ودخل في هايبوتنشن ووصل الهايبوتنشن لمداها يخش في هاي في انافلاكتيك شوك وتبقى لايف ثريتنينج ممكن يموت ودين مينتس صح؟ تفتكروا ايه الحاجه اللي تخلي الرياكشن جنرالايز؟
ان الروبوت اتعرض للانجن بأني روت، يعني اتحقن ولا شم حاجة ولا اكل حاجة ولا لمس حاجة ولا زعل من حاجة اتحقن. عشان كده الالرجن اللي بيعمل انافلاكسيز لازم يكون اسمه انجكتنت. انجكتنت يعني داخل باي انجكشن. اديني امثله. ده انا راجل ده انت تسمع ان واحد خد حقنة طب ساكن بنسلن. مين مش عارف مثال البنسلين؟ بيقول البنسلين عمل ايه؟ اشتغل كهابتن لما مسك في سيل بروتينز ولا سيلز اصبح انتجينيك. راح عامل القصه اللي فاتت دي كلها بتفاصيلها. بلاش كده. لما دخلنا فوليوم 2 في اول الترم وخدنا البكتيريا وعلاجها وديتها نص وعلاجه اتفقنا ان بعالج بانتي توكسين. طب يكون متحضر في هورس فمريضك ممكن يخف من البكتيريا بس يضف سامي من الانفلاكسس لانه يتحقن خد انجكشن بفور البروتين هورس البروتين. يبقى ادي مثالين لانجكتنس يؤدوا الى سيستميك generalized form of type 1 hypersensitivity. امال لو المشكله بتحصل لوكال ودي على فكره انا بقول عند بعضكم وفي بعض الاسر يبقى فيها ممبر كده عنده حساسيه لحاجه اللي هو ايه بقى كلمه اتوم يعني ايه يا ولاد؟ لا اتوم يعني شاذ يعني abnormal يعني الاتوبي يا ولاد هو ان الاورجن ده بالذات يبقى شاذ عن بقيه الاورجن شاذ عن الباقيين في ان هو اللي حصل اهو الاتوبي هو لوكالايزد انافلاكسيس اتس الوكالايزد فورم اوف تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي in which the symptoms are localized to one organ or one system. هنا الالرجن اللي الشخص هيبقى سنسيتايزد ليها تفتكروا بيتعرض لها بالانجكشن بالانهاليشن ممكن يبقى اسميها انهيلنت بالانجكشن ممكن اسميها انجستنت بالكونتاكت ممكن اسميها كونتاكتنت. يبقى هنا التعرض يوجوالي بيكون لوكال. طب سؤال هل يعني التعرض لحاجة لوكال ممكن تؤدي يقول لك لسه معلم ممكن اول او واحد بينهي حاجه كتير او توصل للبراد ستريم وتعمل انافلاكسيس لكن العكس غير صحيح. التعرض للانجكتنت ما يأتيش لهدف. هنا لو تعرضت لحاجه بطريقه لوكال ممكن ولكن العكس يبقى ممكن اتعرض لانهيلنت تبقى المانيفستيشنز هتبقى لوكالايزد في الريسبيراتوري تراك زي مين؟ البولينج رينز في فصول الربيع لما يبدا النبات كده يزهر يعني تلاقي ناس يجي لهم حساسيه والازمه النبويه تزيد عندهم او مناخيره تسيب يبقى عنده رشح. الهاوس داست سيدات بيوت كتيره يوم التنفيذ او يوم لما الجو يبقى فيه تراب يجي لهم ازمه رمويه. المولز الفطريات الخيطيه اللي موجوده في الهواء استنشاقها يؤدي لمشاكل. طيب او كونتاكتنس الملابس بقى والحاجات الصناعيه في ناس يقول لك انا بلبس القط عشان كده رغد كوتوني بايه مهيص يعني ليها فرصه وبيكتب رسائل دلوقتي وحاجات كده والواحد ايه يعني محمد صلاح عمل دعايه كده ما هو استغل الناس عندها حساسيه بقى لازم يلبس قط. انت محمد صلاح انجستن مأكولات كتيرة مأكولات كتيرة تؤدي الحساسية. في ناس يعني حساسية الفراولة مانجا موز لبن مش عارف لبن طبيعي كده تمام. زول محفوظة قوي يا ابني حتى كل امبارح من عيني تبويها ابو تريكا بركه كل واحد طبعا عنده ايه كاتوزو غير كاتوزو الحمد لله ربنا يعافيك دايما. اللي جاي مهم بعضكم هيكتب شفت عارفين كتب ايه؟ دي حاجة ثانية بس يا شباب يا عم بركة بقى البعض هيحس اللي جاي دوت عنده يعني لحد من اسرته اهو. السيمبتومز هتختلف على حسب المكان اللي حصل فيه الرياكشن. فهتلاقي اهو بص كده دي اشهر المانيفستيشنز بتاعت الادويه برونكيال ازمه ارتكاريا كونجكتيفايتس
جاستر السنة سنتمس لو واحد كان حاجة بيبقى حساس ليها يرجع يا دياريه يا مش مشكلة الالرجيك راينايتس واحد تلاقي في ناس عندها حساسية القطط مثلا أول ما يخش بيت في قطة مراخيله تسيب أو عينيه تحمر عادي بعته الدكتور هنا أوكي الكلام ده بيبقى هيرديتري يعني بيران انفاميلي يعني الأب أو الأم يبقى عندهم نوع من الحساسية الأولاد تتورثوها بس مش لازم تبقى مانيفيست بنفس الشكل يعني لو الام عندها برونكيال اسم ابنها ممكن يبقى عنده اتوبي بس مش لازم برونكيال اسم يبقى عنده كونجكتيفايتس او يبقى عنده اي حاجه ثانيه بس التندنس ان يجيله اتوبي بتبقى كبيره في العيله هاو تو ديجنوز تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي يا اما ادور على الاي جي اي انا بقولها الاول عشان هي المور سبيسيفيك ادور على الاي جي اي سواء التوتال او سبيسيفيك اي جي اي طب واحد يقول لي طب وهعرف سبيسيفيك يعني ضد الالرجي معين ازاي بالهيستوري الدكتور الشاطر يقعد بقى المريض قدامه ويقول له بص انا هعلمك تعرف الالرجي اللي عندك ازاي اكتب اليوميات اكتب قصه حياتك وانا هنشرها لك اكتب ايه بقى اكتب عيد كلت ايه لبست ايه رحت ايه انت بقى جالك الهرش انت جالك مش عارف ايه انتبه كده اليوم ده اكلت حاجات وما جالكش ارتجاليه طب اليوم ده كابت وجالك شوف الفرق في الاكل كان ايه اللي هنا خدته وعمل لك القصه دي مع اسبوع كده اسبوع يكتب يومياته الدكتور هيبدا يبوينت ايه هو هيبوينت يا يارا ايه الحاجه اللي هو بيتعرض لها تعمل له المشاكل دي يوم يتاكد لابوراتوري بانه يدور على الاي جي توتال والاي جي سبيسيفيك ضد الحاجه اللي هو شاك فيها طيب في تيست بس مش هايلي سبيسيفيك سكين تيست بجيب دراع المريض كده وخصوصا الحته الفور ارم اللي ما فيهاش شعر ونقسمها مربعات كده بماركر عادي يعني واجرب عليه بقى واجيب الديفرنت الرجنز اللي موجودين في المجتمع واعمل له تيست ليهم ايه احط نقطه من الرجن في المربع كده واشوفه شكل ابره رفيعه او احقنه انترديرمال بس عشان المريض هيقعد شكل انترديرمال في حته صغيره زي كده الدكاتره بيفضلوا اللي يحط دروب من الالرجن ويخرمها باللانست او اللي هو الابره او المشرط لانها انتراديرمال انجكشن ويقعد العين جنبه قط نص ساعه كده ويشوف حصل رياكشن ولا لا المربع البوزيتيف هو اللي بيظهر فيه الاريتيما احمرار كبير واللي يتبهدل الويلا اند بلير اللي خدتوه اللي هو الريفلكس يبدا بتاع الفيزيولوجي هو عشان كده احيانا يعني يارا لقطت على طول انا ليه قلت انه مش هاي سبيسيفيك ممكن تطلع حاجات فولس نيجاتيف لان الرياكشن بيحصل لوكالي فانا لما بختبر الجلد بيكون الجلد فري فما يبانليش الرياكشن عشان كده قلت لك حد قبل الاي جي اي البحث عن الاي جي اي از مور سبيسيفيك التوتال اي جي اي والسبيسيفيك اي جي اي بيبوينت اوت العيان عنده ايه لكن السكين تيست احيانا ليهلف السكين تيست ليهلف طب هتعالج ازاي بعد ما شخصت ركزوا يا اولاد عشان الكلام ده يهمكم والله لو انافلاكسيس يعني حاجه سيستميك ده دي حاله طوارئ بسرعه ادي انتي هيستامينيك وكورتيزون وادرينالين حقن انجكشن وشبيهم اوكسجين طبعا انه عنده برونكوس باس يبقى على طول اوكسجين انهاليشن مع ادمنستريشن اوف الحاجات اللايف سيفنج ادرينالين وكورتيزون وانتي هيستامينيك بسرعه وقت له مستشفى طبعا لو كان حد بيبقى نمرة واحد ناخد هيستوري كويس ونخلي المريض يأفويد الاكسبوجر يعني ست بيت راحت للدكتور يا دكتور انا كل ما بنصر في البيت ولا بنروق البيت بيجي لي ازمه بروكن ازمه خلاص ما تنفضش البركه في البيت ليه بقى عندك البيت نفض ولا لا هيقول لها كمان بالظبط كده فتاخد كل مره بقى تاخد معايا جوزها في الاستشاره تقول عندي حساسيه للغسيل وعندي حساسيه للتغيير وعندي حساسيه للخلفه وعندي حساسيه للجواز انا عندي حساسيه من الجواز الله يبارك فيك هيبقى البركه في البيت عارف الواد اسمه تيمور بتاع صفحة يوميات الزوج مطحون زمان كان في تيست في الهيبنوزس بس اتلغى واتمنع عكس الافويدنس كان يقول لك ايه انا هعمل حاجه تشيك كده زي تشالنج
يعني واحد يروح الدكتور يقول عندي حساسيه للضرب، يقوم يستفيف الضرب، لو جاله حساسيه ووقع ماله فتره ساعه تبقى فعلا معاه حق في النجيله. انا المفروض اعمل العكس تماما، المفروض افويد التعرض للالرجي. ادي واحد. اثنين، الدكاتره في المعامل والعيادات بيعملوا حاجه اسمها ديسنسيتايزيشن. بص يا باشا يا عمي ميران، يعني بص لو مثلا محمد اتعصب على زكريا، بقى زكريا عنده حساسيه لمحمد، او انا اجي عايز اصالح بينهم اقول والله زكريا ده محمد ده مفيش اطيب من كده، ده بس تلاقيكم تتعرفوا على بعض في ظروف مش صح، طب تعالوا انا هصالحكم تاني. وحتى يعني مش لازم ترجعوا علاقتكم مره واحده جامده كده، هنرجعها جراجوال. قال لي فكره الديسنس مثلا، انت كشخص الاميون سيستم بتاعك انفعل على الفاضي واستجاب لالرجن معين، طب ما تيجي نعيد التعارف بينكم، اجيب الالرجن واحضره اعمل منه سوليوشن هاي دايلوتي والدوز وجراجوالي بزود الدوز اعاده تعارف. قلت الاميون سيستم بص شوف جرى حاجه بقى لما حالتك بالكميه شفت لك الطيبه انت بس اللي انفعلت على الفاضي، طب بص بص طب ما عشان بتحين التماس صغير طب نزود شويه نشوف ها جميل ها حتى ايه بقى بتحينه بعد كده بالفراوله نفسها ما عندكش مشكله. اذا انا بعيد تعارف الاميون سيستم على الالرجن بسمول دوز اوف ذا هاي دايلوتد انجل وجراجوالي نزود الدوز، وكاننا بنحاول نعمل حاجه من ثلاثه الكتاب قال واحده فيهم بس هقولهم لك الثلاثه، كان عايز اشيفت الريسبونس من تي هيلبر 2 لتي هيلبر 1. دي الكتاب قالها عشان واضحه قوي. بص يا اولاد اهو، نفسي اوصل الاميون سيستم انه لما يشوف الالرجن دوت بدل ما تي هيلبر يبقوا 2 فليكونوا 1. طب لو تي هيلبر بدات تبقى 1 يبقى مفيش اي جي برودكشن ويبقى العين خف الحمد لله، عشان كده يسموها ديسنسيتايزيشن. طب ولو حالتك بسمول دوز يا يارا وقعدت جراديوال ازود الدوز جايز اعمل عندك توليرنس، مش خدت حاجه اسمها لو دوز توليرنس، فانا لما بدي لك فيري سمول دوز واخليك تعتاد عليها يمكن الميون سيستم بتاعك يبطل يستجيب خالص، يبقى عملت لك توليرنس. وجايز لما ادي لك ريبيت الدوز الميون سيستم يخش في مرحله انه يريكوجنايز الانجن ده على انه سكندري ريسبونس. اه ده شفته قبل كده، ولما ابقى سكندري ريسبونس اطلع اي جي اكتر. شفت الفكرة؟ وأي من الثلاثة ممكن ينجحوا وممكن عند بعض الناس الإيميون سيستم راسه ألف سيف ما يتصالحش. يعني يا عم زكريا الراجل طيب ولا فاهم يا عم؟ تعالى صالحك قال لي ماليش دعوة. لا أنا خلاص شلت منه. والله ما أنا متصالح. خلاص في إيميون سيستم يقول كده؟ ما ينفعش معاه حاجة من الثلاثة خلاص هتعمل له إيه؟ خلاص يا عم بلاها محمد. تعالى يا محمد أقعد هنا. خلاص؟ آدي فكرة الديسنسيتايزيشن. ثواني حاضر يا حبيبي. السيمتوماتيك بقى الديسنسيتيزيشن مش لازم ينجح، ولو نجح ممكن يرتد تاني. دايما برضه بقول للمريض يعني مش هخليك تتعزل، يعني معاك انتي هيستامينكس لو حصلت لك الازمه، معاك برونكو دايليتور، معاك كورتيزون، معاك ها؟ يبقى في علاج سيمتوماتيك للاحداث اللي بتحصل. الجديد اللي لسه بس ما اتعملش شويه عشان غالي شويه، ادي لك مونوكلونال انتيبودي اجينست اي جي اي. طالما انت بقى خلاص موجود عندك مشكله موجود بس ما تعملش غالي، بس احقنك بمونوكلونال انتيبودي اجينست اي جي اي يقول يخش يمسك في الاف سي بورشن بتاع الاي جي اي ويمنع الاي جي اي من انها تمسك في الماس سيلز. ركزوا، ادي الاي جي اي بيمسك بالديل وفي الماس سيلز، انا هدي لك انتيبودي ضد الديل بتاع الاي جي اي، يقول لما يبايد الاي جي من ديله يمنعه من البايند، يبقى انت خلاص ما بيحصلكش السنسيتايزيشن. حبيبي الديسنسيتايزيشن انا بفضل احكي لك بسمول دوز وجراديولي بزود الدوز، فلما يبقى في هنا اكسبريشن للارج دوز اوف ذا هانتجن ده يخلي التي هيلبر يبقى 1 مش 2. ده اللي الكتاب قايل لك، يا اما الاميون سيستم يبدا يريكوجنايز الانجل على انه ممكن يعمل زي كده ويشفت الاي جي بدل ايه؟
مش هروح اتسرق كتاب ال يا اما يحصل زفت السلايدر بتاعي ولقيته في الشنطه اروح اطلعه وقاعد بفتش له كاني بقول له بص ساكن خلاص انا اشيله عفوا الله عن مسافه طلع شيء ده 13 14 على ايه في المايك كنت رحت السبت فاضيه خلاص ما فيش كده انا اقص خلاص انا عرفت خميس كان زحمه بس انت كان عندي السكه فيها كنت فاضي انا كنت فاضي فاستنيت شويه بص اقول ايه استنيت شويه قلنا فاضي وبعد كده اتفرجت ثواني بس بقى عشان ايه تتفرج بسرعه عليه مثلا ثانيه خلاص وهنمشي ونعمل اللي بص قال بس ياكلوا ثواني طيب تو هايبر سنسيتيفيتي هشرحه لك في خمس كلمات الله لدرجة انت مش هتصدق وكل في المره فات فيديو اهو المره دي خلاص كانت ساحه خمس كلمات نمره واحد ما تيجي اعلمك قانون لكل التايبس اسال نفسك مين الانتي مين الانتي بودي ايه الميكانيزم اوف تيشو دامج وتعال راجع تايب 1 كان مين الانتي اسمه الرجن الله ينور عليك كلمه واحده وبعدين بقى التفاصيل في جوه الطالب انه هارمس انفايرمنتال انجن بيعمل اي جي اي بوداش الى اخره طب مين الانتي بودي اللي مسؤول عن تايب 1 الميونو جلوبولين اي حلو قوي طب وايه الميكانيزم اوف تيشو دامج في خطوتين في كلمتين سنسيتايزيشن فولود باي ديجرانيوليشن بس والتفاصيل في جعبة الطرف الله تعالى التايب 2 هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز مين الانتيجين فكر في العنوان العنوان اسمه سايتو ليتك رياكشن يبقى لازم يكون في سايتو عشان يبقى في سايتو يعني سايتو يعني سيلز يبقى الانجن شود بي سيلولار تقول لي ما هو السيلر دي ليها تفاصيل ايوه يا اخي خليه وسطحها عليه سيرفيس انجن يعني بسميه ممبرين باوند انجن الانجن كان سوليبل زي البنسلين ودخل مسك في خليه من خلايا الجسم بقى سيلر بقى ماسك في خليه كدني اتزرعت فعليها فورين انتجن اهو يبقى سيلر انتجن ار بي سيز غلط اتاخدت بلاد جروب غلط تقوم بعد الانتيبودي اللي جبتها ار اتش انتيبودي بالار اتش انجنز على الار بي سيز بتاعها الانجن شود بي سيل باوند انتجن جزء من سيل ممبرين بس خلاص هعمل عمليه اسبوع الانتيبودي يا اي جي ام يا اي جي جي بالله عليكم لما انت بودي يتكون اللي بخليه ويمسك فيه مش هروح معاك يبقى الميكانيزم اوف دامج ثلاث كلمات ادي بقيت الخمسه مين الانتي بودي؟ ايه الثلاث كلمات بتوع الدامج؟ بس خلاص يا سمير الانتي بودي يكسر الخليه هنا بكم ميكانيزم؟ كابتو واحد كومبلمنت اكتيفيشن اثنين اوبسونايزيشن ثلاثه اي دي سي سي ادي خمس كلمات الانجن سيلر الانتي بودي يا ام يا جي الميكانيزم اوف تيشو دامج كومبلمنت فيكسيشن اوبسونايزيشن اي دي سي سي والتفاصيل انت عارفها من زمان انتهى هو ده تايب 2 عشان كده اسمه سايتوليتك او سايتوكسيك تقول لي بس انا مش فاهم بص السؤال الذكي قوي ده اللي هتقوله لي انا عارفه اصلا يعني لو بكتيريا ما هي سيل ومسك فيها اي جي جي او اي جي ام حلو وعمل لها اوبسونايزيشن او اي سي سي او كومبلمنت اكتيفيشن وكسر البكتيريا ده يبقى هايبر سنسيتيف تايب 2 او لا ده بروتكشن هنكون بعد دل... الكلام ده بيحصل وديبندنج على الخليه اللي اتضربت يبقى الايميون سيستم اشتغل في صالحك ولا ضدك ما لو الخليه اللي اتضربت بكتيريا ولا فيروس ولا تيومر ولا فانجس يبقى ده بروتكشن يبقى هو ده الاميونيتي لكن لو الخليه اللي اتضربت خليه من خلاياك انت يبقى ده دامج يبقى هايبر سنسيف يبقى ديبندنج على نوع الطرف اللي انا بهاجمه يا بحميه يا باذيه واضحه مش كده؟ طب عشان بقى افهم اكتر قول لي كلينيكال اكزامبلز الكلام ده يبقى فين؟ يحصل فين عشان يبقى اسمه اذى؟ اهو زرعت لك كدني فورد احصل لها ايه؟ انتي بودي ضد الكدني ويكسرها، قال لي كرافت ريجكشن اهو. خليه من خلايا جسمي ار بي سيز حصل لها ميوتيشن
طلع ضدها انتي بولي كسرها اوتو اميون هيموليتك انيميا اهو. الار بي سيز بتاعتي خدت دراج زي الدوبا الفا مثال الدوبا راح ماسك من الار بي سيز خلاها اصبحت فورين دراج انديوز هيموليتك اهو. قوم كونت انتي بولي ار اتش انتي بولي عدى البلاسينتا دمر الدم الجديد الكريستوبلاستوزس بتاعي. واحد بلاد جروب ايه اخد جروب غلط بي راح حاصل رايسز للسيلز. قال يعني ايه سايتوليتك؟ خليه واتدمرت. واتدمرت بمين؟ بواحد من الثلاثه اللي كان اسمه. طيب في تايب 3 الثلاث فيجات هنقولهم ونمشي. الانجل شود بي سوليبل. بكلمه واحده عكس تايب 2 الانجل المره دي سوليبل انجل يعني فورين بروتين. زي الغرس البروتين. زي اتحققت باي بروتين للعلاج وكان فورين بالنسبه لك. سوليبل انتيجين. الانتي بودي يا ام يا جي برضه. الله ده زي تايب 2 في انه يا ام يا جي نعم. طب والميكانيزم اوف دامج؟ هو تايب 3 اسمه ايه؟ اسمه اميون. اميون يعني انجين انتي بودي. اميون كومبلكس ميديتد. حلو. طب عشان تفهموا بقى فلان اميون كومبلكس يعني ايه اللي اتحد مع مين؟ هذا السوليبل انجن اللي سعادتك اتعرضت له اتحد مع الاي جي جي او الاي جي ام في جسمك. طب الاتحاد ده ينتج عنه ايه؟ كومبلكس. لو الكومبلكس كبير يا مريم هيحصل له فاجوسيتوس ويقدر ما دخلك شر. عشان كده مش كلنا جينا تايب 3. لو انا الاميون كومبلكس متكون عندي كبير كناف ان الماكروفيش شافته هتبلع ولو بلعته هتخلصني منه صح؟ وما المشكله عند مين فيكم بقى؟ عند مين؟ مين من الناس اللي يعانوا من تايب 3 بقى؟ ان الانجن مع الانتي بودي يدوني كومبلكس صغير سوليبل. قول لي الشرط امتى يتكون سوليبل اميون كومبلكس؟ لو مش قد بعض مش في الاوبتيمم لو زون فينومينال. عشان كده طيب سريع يعتمد على الزون فينومين اللي ما كانش معانا بقى الترم الاولاني. يعني ايه زون فينومين؟ يعني لما الانجل والانتي بودي يتحدوا مع بعض اذا كانوا اوبتيمم بروبورشنال لبعض قريبين في الحجم في الكميات من بعض يقوم يعملوا كومبلكس كبير يبقى ان سوليبل يبقى بارتكل تقوم تبان للماكروفيش تقوم الماكروفيش تبلعها. لكن عندما يكون الانتي بودي كتير والانجل قليل يسموها انتي بودي اكسس او العكس الانجل هو اللي كتير والانتي بودي قليل يسموها اكسس. يقوم لما يتحدوا مع بعض ها جيت سمول كومبلكس يبقى سوليبل الماكروفيج ما تشوفوش. طب ولما الماكروفيج ما تشوفوش ايه اللي هيترتب على كده يا شباب؟ اخر حاجه في الحصه هي يهرب من الفاجوسيتوس. طب وبعدين؟ هذه البلاد فيسل والاميون كومبلكس عمال يجري يقول لك روفيش تجري وراه ما حدش شايفه بقى ما حدش عارف يقول لحد ما انقطع نفسه دخل جوه ها نارو كابيلاري جولوميرولاي جوينت كابيلاريز ليمف نود كابيلاريز. فالاميون كومبلكس دخل في حرس دخل في حته ضيقه اتزنق قام اترسم هنا بصوا اترسم فين؟ على البيزمنت الامبرين بتاع الكابيلاريز. الميون سيستم قال له هو انت هو انت اللي مدوخنا وراك ومجرينا وراك انت وقعت على الهوا ولا رماك؟ الكومبلمنت راح جاي ها سي 1 4 2 3 5 الكومبلمنت بدأوا يبقى اكتيفيت. ثلاثة ايه ونمرة خمسة ايه فاكرين دول بيشتغلوا ايه؟ انفلاماتو دي رياكشن انا في الادوكسن يروحوا يبعتوا يجيبوا انفلاميشن الحقونا ده في اميون كومبلكس حصل له ديبوزيشن هنا. تقوم واحده من الخلايا اللي بيبعتوا يجيبوها النيتروفيلز صاحيه من النوم بقى تعبانه طول النهار بتشتغل يا فتاح يا عديم يا رزاق يا كريم عايزين ايه؟ روح الحق ده في اميون كومبلكس يعني عايزين ايه يعني؟ البركه فيك انت عارفه بقى بتتصرف ازاي في الامور دي؟ يعني عايزين شويه لايزوزايمز خدوا لايزوزايمز هنا. يخرب بيتك انت عملت ايه؟ انت مش متابع انت عملت ايه؟ ده ما كانش خلايا. ده سوري واليمين كومبلكس عامل ديبوزيشن. والله اللي عندي لايزوزايمز يلا سلام عليكم. طب نعمل ايه في اللايزوزايمز ده؟ ده مفيش تبديع. طب اللايزوزايمز لازم يشتغل. يشتغل عليه طب لازم نشوف له خلايا يشتغل عليها.
طب ماشي اشتغل على جسم الميمبرين ونخلص. راح اللايزر وشغال على جسم الميمبرين عامل لها دامج كسر الخلايا دي اللي واقف عليها الاميون كومبلكس، قوم حصل رافنس. يا نهار اسود. طب ولما يحصل رافنس معدي ايه؟ فين معدي؟ البريجس. رافنس يا رجاله، رافنس يا رجاله، راح معدي ايه؟ بريجت اجريجيشن، لا ترومبس فورميشن، اسكيميا، نيكروزس، التريشن. الدنيا باظت. كل عشان بس اقولها خمس ست كلمات. سوليبل انجل، تحفظ معايا سوليبل انجل مع اي جي ان وجي لو هو سوليبل في زون اوف اكسس، راح عندي سوليبل اميون كومبلكس هرب من الفاجوسيتوسيس، حصل له ديبوزيشن في بيسمنت ميمبرين ادى لثلاث احداث متتاليه، كومبلمنت اكتيفيشن لحد ما وصلنا للانافلاتوكسين فاكتورز السي 3 اي و 5 اي، عملوا ريكروتمنت اتراكشن للنيتروفيلز، طلعت الزومر انزايم دامج البيسمنت ميمبرين، حصل رافنس البليتد، حصل لها اكتيفيشن، اتكون ترومبس فورميشن، عملت اسكيميا، وهنشوف الكلينيكال اكزامبلز المره الجايه ان شاء الله. استنى يا دبش، استنى.